بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم جميعا في كورس Challenges of Optimum Asthma Control. الحقيقة البرونكيال أسما من الديزيز زي ما حضراتكم عارفين Chronic Diseases is common all over the world و common in Egypt. و according للإحصائيات بتاعت الأسما البريفالنس ده في 2018 كان 340 مليون، وقالوا ان كل 10 سنين every decade بتزيد 100 مليون. اللي بيتصرف على الأسما سواء الدايركت او الاندايركت كوست مصاريف عالية جدا، بتحط على الهيلث كير ريسورسز وعلى الفاميلي ريسورسز طبعا. وطبعا احنا دلوقتي بنشوف عندنا دايما نقول الأسما برونكيال أسما is under diagnosis and under treatment. لازم في الدياجنوزز اوف أسما نكون متأكدين مع برونكيال أسما، ولازم نستخدم الاسبيرومتري، ولازم نهتم جدا بالديفرنشال دياجنوزز. in treatment لازم نبقى عارفين انه احنا دلوقتي من فترة في العصر بتاع personalizing therapy، مش كل علاج الأسما اللي ينفع للمريض الأول ينفع المريض الثاني للتالت كوبي اند بيست. كل ما نفصل له العلاج بتاعه، ليه؟ لأن احنا عندنا different phenotypes و endotypes من الأسما. والحقيقة رغم الأرمنتيريوم اللي عمال يزيد في علاج الأسما، وخصوصا احنا في عصر البيولوجيكال ثيرابي ده غالي طبعا، لكن هو للسيفير كيسز لازم نشوف الفينوتايب والاندوتايبس. انا متأكد انكم ان شاء الله هتستفيدوا جدا في هذا الكورس، ونحاول نتغلب على التشالنجز اللي بتواجهنا في سواء الدياجنوزز او ان احنا التريتمنت عشان يبقى في اوبتيمم مانجمنت للبرونكيال اسما. بالتوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمود عبد الحميد، مدرس الأمراض الصدرية في كلية طب جامعة عين شمس. في البداية أحب أشكر أساتذتي الكبار والأفاضل، أستاذ دكتور طارق صفوت، أستاذ دكتور عادل خطاب، أستاذ دكتور ياسر مصطفى، وباقي أعضاء الجمعية المصرية لأبحاث الشعب الهوائية، اللي أتحول الفرصة إن أشارك في البوست جرادويت سيشن ريليتد للبرونكيال أزمة اللي بينظمها المؤتمر الخاص بالجمعية المصرية. التايتل بتاع التوك النهاردة Is it really برونكيال أزمة؟ وهو هيبقى توك ان شاء الله ريليتد للدياجنوزس والديفرنشال دياجنوزس بتاع البرونكيال أزمة. احنا نبدأ التوك بثلاثة كيس سيناريوز. الكيس سيناريوز ديت هنقراها في البداية، وبعدين لما هنخلص التوك هنرجع لهم تاني ونبدأ نفكر في الكيس سيناريوز دول بعد في نهاية التوك. أول كيس سيناريو هي فيميل بيشنت 20 years old student cigarette smoker one pack per day for 2 years. Her mother has eczema and allergic sinusitis. She visited the outpatient clinic complaining of recurrent attacks of chest tightness and wheezing since she was 10 years old, increasing in frequency and severity in the last year. Second case scenario regarding male patient, 50 years old, accountant, cigarette smoker, 2 packs per day for 20 years. His cousin has bronchial asthma. He visited the outpatient clinic complaining from recurrent attacks of difficult breathing and chest wheezing for 5 years, and he remains unwell in between these attacks. Telic case scenario can about male child, 12 years old, student, non-smoker, suffering from epilepsy. His cousin has bronchial asthma.
He visited the outpatient clinic complaining from difficult breathing and chest wheezing for 1 month, not improving with his cousin's bronchial asthma medication. هنبدأ التوك دلوقتي بالديفينيشن اوف برونكيال ازما. طبعا الديفينيشن كلنا عارفينه، انا يهمني ان ااكد على عدة نقاط في الديفينيشن. اولا لازم ااكد ان الازما is a chronic inflammatory disorder of the airways، يعني لازم البيشنتس كلهم يبقوا عارفين ان دواء الديزيز زيه زي الضغط والسكر هيتحسن وهيبقى كنترولد ولكن مش هيخفوا منه، فهنسيب الميديكيشن في وقت من الاوقات خالص وننتهي منه. تاني نقطة لازم اعلق عليها او اكد عليها في الديفينيشن ان البرونكيال ازمة بتبقى manifested by recurrent attacks of symptoms. المين symptoms of ازمة هما الشيست تايتنس والكوفينج والويزنج والديسنيا او البريزلسنس، ودوت كله ريليتد للباث اوف فيسيولوجي بتاع الازمه اللي هو بيبقى فيه اير واي هايبر ريسبونسيفنس للتريجرز، ده اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده. تالت نقطه ومهمه جدا في الديفينيشن بتاع البرونكيال ازمه لازم ناكد عليها هي الفاريابيليتي والريفرسيبيليتي بتاعه البرونكيال ازمه. الايرواي اوبستراكشن في عيان البرونكيال ازمة بيبقى كاركترايزد باي variability، يعني بيبقى في الليل غير النهار، وخصوصا الايرلي مورنينج بيبقى هو الورست تايم بتاع الايرواي اوبستراكشن للعيان الازماتيك. وفي نفس الوقت الايرواي اوبستراكشن بيبقى كاركترايزد باي reversibility either with treatment bronchodilator therapy او sometimes لو البيشنت in early stage of the disease ممكن يبقى البرونكوسبازم بيبقى reversible spontaneously. فالنقط الهايلايتد دي مهمه جدا في الديفينيشن ولازم نبقى كلنا حطيناها في دماغنا طبعا واحنا بنتعامل مع البرونكيال ازمه. بالنسبة للريسك فاكتورز اوف برونكيال ازما كان بي كاتيجورايزد انتو تو مين كاتيجوريز، هوست فاكتورز، وديت هي الفاكتورز اللي بريديسبوزنج للديفلوبمنت اوف ازما، دي اللي بتخلي العيان ات ريسك تو ديفلوب الازما. وانفايرومنتال فاكتورز هي فاكتورز بتريجر الازما سيمتومز او بريسيبيتيتنج الازماتيك اتاك. والسلايد القادمة اللي هي ديت فيها تيبل بيجمع لنا الريسك فاكتورز اللي ان ذا تو كاتيجوريز. الهوست فاكتورز طبعا اهمها هي الجينيتك بريديسبوزيشن، واهمها طبعا الجينز البريديسبوزنج للاتوبي والايرواي هايبر ريسبونسيفنس. في برضو من الهوست فاكتورز الاوبيزيتي، ديت بتزود الريسك تو ديفلوب الازمه. السكس بريدليكشن، وهنا بيبقى بيختلف السكس بريدليكشن للبرونكيال ازمة في الشايلد هود عن الادلت هود. ان شايلد هود بيبقى البويز اكتر من الجيرلز، اما ان ادلت هود افتر بيوبرتي اند ليتر بتبقى الفيميلز اكتر من الميلز. وطبعا دوت بيرجع عشان للهرمونال ديسكريبنسيز بتوين الفيميل والميل، فدواء ممكن بيغير السكس بريدليكشن. تاني كاتيجوري هو الانفيرومنتال فاكتورز، وطبعا اللي هي احنا قلنا التريجرز، واهمها طبعا الالرجنز سواء كانت اندور الالرجنز زي الهاوس داست او الدوميستيك مايتس او اي الالرجن اندور، او الدور الالرجنز زي البولينز. طبعا كلنا عارفين ان في الربيع وحبوب اللقاح بتأثر جامد على الازماتيك بيشنتس، ده المين تريجر. طبعا في حاجات تانية زي الفيرال انفكشنز اساسا وسبيشالي ان تشايلد هود، دوت واحدة من المين تريجرز. الاوكيوبيشنال سنسيتايزرز اكيد في اوكيوبيشنال ازمة. السيجرت سموكينج ودوت واحد من المين تريجرز، وكمان الكنترول اوف ازمة الازماتيك بيشنت وكمان سيجرت سموكر ده بيبقى very difficult to be controlled on medication. هنا هنبدأ المين بارت اوف ذا توك اللي هو الدياجنوزيس اوف برونكيال ازمة.
طبعا زي ما أساتذتنا الكبار دايما علمونا، الأزمة is a clinical diagnosis، وبالتالي أهم حاجة في الـ diagnosis of asthmatic patient الـ history taking والـ physical examination. طيب الـ lab investigation ليها رول؟ أيوة طبعا، ولكن in the confirmation of the disease أو in the confirmation of diagnosis of the disease. وبالتالي أول حاجة هنفكر فيها في الـ diagnosis bronchial asthma هي الـ symptoms. لازم اعرف ان المين كاردينال سيمتومز للبرونكيال ازمه هي زي ما احنا قلنا من البدايه خالص في الديفينيشن، هي الريكرنت ابيسودز اوف كوف ويزنج تشيست تايتنس اند ديسنيا. ولذلك لازم ابقى مهتم جدا اثناء الهيستوري تيكنج ان انا اسال على المين سيمتومز اوف برونكيال ازمه والهيستوري بتاعها، ولازم اسال هي السيمتومز ديت موجوده ولا لا، هي بدات امتى، هي ايه اللي بيخليها تظهر اللي هم التريجر فاكتورز، بتبقى وورست امتى، ديورنج ذا داي اور ات نايت والايرلي مورنينج، وبتفضل قد ايه او بتستمر المده قد ايه، واخيرا بسال هي بتنتهي ازاي، لان احنا قلنا لو نفتكر في الديفينيشن ان هي ممكن تبقى ريفرسيبل سبونتينيوسلي او ويز برونكو دايليتورز. تاني حاجه هي في الهيستوري برضو الباست ميديكال هيستوري اوف ذا بيشنت، وديت برضو حاجه مهمه جدا ان انا لازم اسال على الباست ميديكال هيستوري، هل يا ترى في ريكرنت ريسبيراتوري تراكت انفيكشن سواء كانت upper أو lower respiratory tract infections especially in children، لأن احنا قلنا الفيرال infection واحدة من المين تريجرز للبرونكيال أزمة. الباست history of allergy، أي type of allergy سواء كانت skin allergy أو hay fever أو sinusitis أو GERD. الجيرد طبعا واحد من الكوموربيديتيز اللي بتزود ال severity of the attack وممكن يبقى trigger factor للسيمتومز of أزمة. بنسأل برضو على الكوموربيديتيز التانية أهمهم الهايبرتنشن، العيانين الهايبرتنسيفز ممكن يكونوا بياخدوا بيتا بلوكرز، بيتعالجوا بالبيتا بلوكرز أو الاي سي انهيبيتورز، ودول من الميديكيشنز اللي ممكن تزود لنا أو تزود الأتاكس أو بريديسبوز لأتاك أوف برونكيال أزمة. الديابيتس ميليتس طبعا الديابيتكس وسبيشالي انكنترول ديابيتس بيبقوا at very high risk لريكرنت نمونيا لريكرنت انفكشنز، وديت برضو ممكن تزود الاتاكس بتاعت الازمة. تالت حاجة هي الفاميلي هيستوري، انا طبعا يهمني اسأل في الهيستوري في فاميلي ممبر عنده allergy او ازمة، اي type of allergy او طبعا لو عنده برونكيال ازمة. كمان اسأل على الهيستوري اوف سموكينج، لاني الاطفال اللي بيتعرضوا سواء during pregnancy او after birth بيتعرضوا للسيجارت سموك طبعا بيبقوا at higher risk to develop bronchial asthma. بعد ما بنعمل الهيستوري بتاع البيشنت very meticulously واسال على كل حاجه توصلني او تقربني للدايجنوزس، بيبدا الرول بتاع الفيزيكال اكزامينيشن. وطبعا في الجنرال اكزامينيشن ببدا اهتم جدا بالاذر تايبس اوف اتوبي، يعني مثلا في راينايتس، في ساينوسايتس، في نيزل بوليبس، في سكين اكزيما مثلا او سكين اتوبي طبعا. ويجي بعد كده المين بالك بقى طبعا في التشست اكزامينيشن او اللوكال اكزامينيشن اوف تشست. وطبعا بيبقى هنا بعمل complete chest examination علشان اشوف هل يا ترى في manifestations of severity طبعا ل severe attack، في use of accessory muscles، في high respiratory rate، في ابتدى يبقى في hyper inflation للchest. وتيجي المين بارت في الاوسكالتيشن طبعا، في breath sounds عامله ايه، وفي adventitious sounds اللي اهمها طبعا في عيان asthmatic هي الويز، الاكسبيراتوري ويز او اكسبيراتوري رونكاي، ببدا اعمل لها اسسمنت على اثناء الاكزامينشن. بعد ما بننتهي من الفيزيكال اكزامينشن واكون خلصت كومبليت هيستوري تيكينج،
ببدأ أفكر في الديفرنشال دايجنوزيس بتاع البيشنت اللي جاي لي، وطبعا هو الديفرنشال دايجنوزيس بتاع البرونكيال أزمة. ممكن يكون لوكالايزد باثولوجي زي الانهيلد فورين بادي او الاندو برونكيال تيومرز او الفوكال كورد ديسفانكشن. ممكن يكون ديفيوز ايرواي باثولوجي زي الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز زي السيستيك فايبروزيس او البرونكيكتسيس. ممكن يكون other pathologies زي الجيرد او الليفت فنتريكولار فيلير مسبب لي كاردياك ازمة، او عيان يكون عنده بالمونري امبوليزم او بالمونري ايزينوفيليا. رول اوف انفستيجيشن ان ازماتيك بيشنت بيبقى mainly to confirm diagnosis of asthma and to exclude other possible diagnoses. فتو كونفيرم الدايجنوزيس اوف ازما هيجي الرول اوف بالمونري فانكشن تيست، واهمها طبعا هو السبايرومتري، وهنزود معاه برونكو دايليتور ريفرسيبيليتي تيست، فهيبقى سبايرومتري ويز ريفرسيبيليتي تيست. طبعا الفانكشن محتاجه سيشن كامل علشان تبقى معروفه بالتفاصيل بتاعتها، بس اهم حاجه نعرفها اني تو كونفيرم دايجنوزيس اوف ازما لازم بوزيتيف ريفرسيبيليتي تيست بسبايرومتري. تاني حاجة بنستخدمها هي البيك فلو ميتر، ولكن ديت نوت فور دايجنوزيس بات فور فولو اب. فبدي العيان الازماتيك اديله بيك فلو ميتر، بياخده مع البيت بيبدأ يتابع البيك فلو ريت في المورنينج ان ذا مورنينج و ليتر ات نايت، وبيشوف الدايورنال فاريشن بتاعت القراءات بتاعته اللي بيسجلها. ولو لاحظ في مرة ان في قراءة اقل من القراءات السابقة المعتادة بتاعته باكتر من 20%، دي very alarming sign ان العيان ابتدى كنترول بتاع الديزيز بتاعه يقل، وممكن يبقى داخل في acute exacerbation، فلازم يتجه ل طبعا chest physician اللي بيعالجه. حاجة تانية برضو مهمة ان بعض المرضى الازماتيك بيجولي ان بتوين الاتاكس يعملوا سبايرومتري الاقيه فري، بس انا لسه شايف بالهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن بتاعه ان هو بوسيبل ازماتيك بيشنت، ففي البرونكو بروفوكيشن تيست او البرونكيال تشالنج تيست ممكن اعمله علشان اشوف العيان دوت مريض برونكيال ازمه ولا لا. ولكن نقطه لازم نبقى عارفينها عن البروفوكيشن تيست، ان هو لازم يتعمل في فيري اكويب ويل اكويبد سيتنج، لان هو فيري ريسكي، ممكن التيست نفسه بريسيبيتيت سيفير اتاك اوف برونكوسبازم، والبيشنت يخش في هايبوكسيميا وممكن يبقى at risk، وبالتالي لازم التست دوت يتعمل at very well equipped setting. Other investigations could be used in asthmatic patient هي مش علشان to diagnose asthma بقى، هي علشان to exclude other diagnoses أو to assess the severity of attack of bronchial asthma، زي اللابوراتوري انفستيجيشنز كومبليت بلاد بيكتشر، بشوف في توتال ليكوسيتيك كاونت عالي ولا لا، في انفكشن يعني ولا لا، ارتيريال بلاد جازز علشان اشوف في ريسبيراتوري فيلير اور نوت، سيرم توتال اي جي اي، دلوقتي طبعا بقى في البيولوجيك تريتمنت والانتي اي جي اي، فممكن اعمل السيرم توتال اي جي اي واستخدم الانتي اي جي اي ثيرابي في العيانين اللي هم not controlled على الريجولار تريتمنت بتاع البرونكيال ازمة. سكين بريك تيست هو احنا مش بنستخدمه كبلمونولوجيست كتير، انما زمايلنا دكاترة الحساسية والمناعة بيستخدموه علشان يعملوا desensitization و hyposensitization using certain سيرة بيعملوها، الامصال اللي بيعملوها. السبيوتم سيتولوجي، لان دلوقتي بقى في حاجة بنستخدمها اللي هي سبيوتم جايدد تريتمنت او ثيرابي لعيانين الازمة. لو عيان عنده سبيوتم ايزينوفيليا دوت بيبقى غالبا جود ريسبوندر لكورتيكوسترويد تريتمنت،
بعكس عيان عملت له سبيوتم سيتولوجي لقيت مين لنيوتروفيليا، فغالبا دوت بور ريسبونس للكورتيكوستيرويد تريتمنت. الراديولوجي اللي ممكن استخدمه هو هنا تو اكسكلود اذر دايجنوزيس او اذر كوموربيد ديزيزز في العيان زي التشيس اكس راي او السي تي سكانز. في السلايد ديت احنا شايفين دايجنوستيك فلو شارت فور ازما بيشنتس. احنا خدنا خلاص الحاجات ديت اثناء التوك، فاحنا بنبدا بيشنت جاي بريزنتنج ويز ريسبيراتوري سيمتومز تيبيكال فور ازما اور نوت. تيبيكال فور ازما يبقى هبدا اخد فول هيستوري اند فول فيزيكال اكزامينيشن واشوف البوزيتيف فايندنجز. طلعت سبورتنج دايجنوزيس اوف ازما، هقف لحظة وافكر هل patient presenting with acute severe attack life threatening ولا هو mild attack. لو acute severe attack يبقى انا بحوله على الـ ER وابدأ اعمل له الـ emergency treatment علشان انقذه وبعدين ابدأ اتعامل معاه. بعكس لو عيان جاي لي presenting mild attack يبقى انا هعمل confirmatory test for bronchial asthma. طبعا احنا زي ما احنا قلنا هو السبيرومتري ويز برونكو دايليتور ريفرسيبيليتي تيست. البيشنت عمله وطلع بوزيتيف ريفرسيبيليتي تيست، يبقى البيشنت از ازماتيك بيشنت، كونفيرم الدايجنوزيس وابدا اتعامل معاه وابدا اعمل المانجمنت بتاعي. في اي مرحله من المراحل ديت ما حصلش ان الريزلت سبورتنج الازمه، يبقى انا هبدا اتجه للديفرنشال دايجنوزيس وابدا اكسكلود ايتش ديفرنشال دايجنوزيس يوزنج الريليتيف انفستيجيشنز، وابدا لحد ما اوصل للدايجنوزيس وابدا اعمل المانجمنت اكوردنجلي. احنا كده انتهينا من التوك، هنرجع تاني للكيس سيناريوز وهنبدأ نفكر فيها بعد ما خدنا التوك دوت زي ما احنا مشينا كده في الفلو شارت بتاعت الدايجنوزيس اوف ازمة. فكان اول كيس سيناريو فيها فيميل بيشنت، في فيميل بيشنت عندها 20 سنة، فيميل بيشنت ديت ادلت يبقى ات هاير ريسك تو ديفلوب ازمة. سيجاريت سموكر ايوه، ولكن هي باك يير اندكس بتاعها 2 فهي مايلد سموكر. عندها فاميلي هيستوري بوست فاميلي هيستوري اوف اتوبي، هير ماذر عندها اكزيما والرجيك ساينوسايتس، وجايه بتشتكي بريكرنت اتاكس اوف تشيست تايتنس ويزنج سينس شي واز 10 ييرز اولد، يعني هي بادئه من تشايلد هود ازمه كمان. ولاحظت في اخر سنه ان هي بقت الاتاكس ديت انكريزنج ان فريكوانسي اند سيفيريتي. طيب يبقى البيشنت البوزيتيف داتا في الهيستوري بتاعها ماشيه ان هي ازماتيك بيشنت. هبدا اعمل لها اكزامينيشن، لقينا عندها اون اوسكالتيشن اكسبيراتوري سيبلنت ترونكاي جنرالايزد اول اوفر ذا تشيست. هبدا اعمل لها كونفيرماتوري تيست، عملنا لها سبايرومتري وذ برونكو دايليتور ريفرسيبيليتي تيست، لقينا عندها في البري برونكو دايليتور سبايرومتري عندها اوبستراكتيف باترن، في البوست برونكو دايليتور لقينا بوزيتيف ريفرسيبيليتي تيست، فهي البيشنت دايجنوزد از برونكيال ازما. في تاني كيس سيناريو كان عندنا ميل بيشنت 50 years old accountant cigarette smoker، الباكير اندكس بتاعه هنا 40 يعني هو هيفي سموكر، هو عنده فاميلي هيستوري اوف برونكيال ازما، هيز كازن هاز برونكيال ازما، ولكن ديت نقطه مهمه ان احنا نبقى عارفينها ان مش كل بيشنت عنده فاميلي هيستوري اوف اتوبي او برونكيال ازما ممكن يجي له برونكيال ازما، لازم يبقى في جينيتك بريديسبوزيشن ان ايتش بيشنت، يعني ممكن البيشنت ده ما خدش جينز البريديسبوزنج للبرونكيال ازمه. البيشنت بتاعنا جه الاوت بيشنت كلينيك كومبلينينج فروم اتاكس اوف ديفيكالت بريزنج اند تشيست ويزنج فور 5 ييرز، ولكن قال ان هو ريمينينج ان ويل ان بتوين ذا اتاكس. ده فرق كبير بين عيانين البرونكيال ازمه والاذر ديزيزز،
يعني زي البيشنت ده مثلا، ان هو عيان البرونكيال ازمه بيبقى غالبا كومبليتلي فري ان بتوين ذا اتاكس، الا في حاله ان هو يكون نون ادهيرنت للميديكال تريتمنت او مش كنترولد اون ميديكال تريتمنت، فبيحصل اير واي ريموديلنج وليتر اون بيخش في ازمه سي او بي دي اوفرلاب ويتحول البيشنت، بيبقى برضو ان بتوين ذا اتاكس مش بيبقى كومبليتلي فري. ولكن في الحاله بتاعت المريض بتاعنا اللي في الكيس سيناريو هو قال ان هو ريميننج ان ويل، عملنا له فيزيكال اكزامينيشن لقيناه هايبر انفليتد تشيست اون انسبكشن و اون اوسكالتيشن سمعنا اكسبيراتوري سيبلانت رونكاي اول اوفر ذا تشيست، عملنا له سبايرومتري وذ برونكو دايليتور ريفرسيبيليتي، لقينا اوبستراكتيف باترن في السبايرومتري ولقينا نيجاتيف ريفرسيبيليتي تيست، فبالتالي البيشنت دوت دايجنوزد از سي او بي دي بيشنت. طبعا انا ممكن في العيان دوت ابدا بقى اكمل بقيه الانفستيجيشنز، اشوف الراديولوجي طبعا علشان اشوف في اذر كوموربيديتيز other complications للديزيز or not. تالي كيس سيناريو كان about male child 12 years old suffering from epilepsy with positive family history of bronchial asthma. He visited the outpatient clinic complaining from difficult breathing and chest wheezing for 1 month, not improving with regular bronchial asthma medication. البوزيتيف فايندنج الرئيسي في this case scenario هو ان البيشنت suffering from epilepsy فعنده high risk to inhale foreign bodies during epileptic fits he loses consciousness ف there is a high possibility to inhale foreign bodies. كمان اللي بيرجح الدياجنوزيس اوف فورين بودي انهاليشن ان السيمتومز بتاعته استمرت فتره طويله فور 1 مانث ونوت امبروفنج على الريجولار برونكيال ازما ميديكيشن. لما هعمل فيزيكال اكزامينيشن تو ذيس تشايلد لقيت لوكالايزد فايندنجز موجوده على الـ right infrascapular area. لما هبدأ أفكر أعمل investigations فالبرايورتيز هنا هتختلف، أنا مش هروح للspirometry with positive with reversibility test علشان أconfirm diagnosis of asthma، لا أنا هنا القصة ماشية أو case scenario ماشي اتجاه آخر وهو foreign body inhalation، فانا هفكر اولا في تشيست راديوجرافي وطبعا غالبا هلاقي لا اما راديو اوبيك فورين بودي فهيبان في تشيست راديوجرافي او هلاقي الاثار بتاعه الانهيلد فورين بودي زي اللوكالايزد نمونيا او لوكالايزد هايبر انفليشن في الرايت لور لوب. فالدياجنوزيس بتاع الميل تشايلد دوت هو فورين بودي انهاليشن. انا كده اكون انهيت التوك بتاع الدياجنوزيس والديفرنشال دياجنوزيس اوف برونكيال ازما. اتمنى ان هو يكون توك بسيط وسهل وكونسايزد، حاولت اخليه كونسايزد قد ما اقدر، وألف شكر ليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور هشام عاطف عبد الحليم، أستاذ أمراض الصدر في كلية الطب جامعة عين شمس. أول حاجة بشكر الـ Egyptian Society of Egyptian Scientific Society of Bronchology على دعوتها الكريمة لإلقاء المحاضرة. أستاذ دكتور طارق صفوت، أستاذ دكتور عادل خطاب، أستاذ دكتور تامر محمد علي، وبخص بالذكر الساينتيفيك كوميتي أستاذ الدكتورة إيمان حسن، أستاذ الدكتورة نهاد عثمان، وأستاذ الدكتور عمرو شكري على التنظيم الرائع للكورس ده، واللي أرجو إن شاء الله إنه يكون مفيد لجميع طلبة البوست جرادويت إن شاء الله. Initial treatment steps after any asthma diagnosis.
aims of asthma treatment. The aim of asthma treatment is directed to حاجتين. أول حاجة reducing the impairment and حاجة تانية reducing the risk. Reducing the impairment إن إحنا to prevent the symptoms of the asthmatic patient زي الكوف والديسنيا سواء in the daytime or at night or after exertion. الrequirement بتاعت البيشنت للquick relievers بالكتير مرتين 2 days per week. To maintain a normal pulmonary function, maintain normal activity level of the patient, and to meet the patient and his family satisfaction of the, about the asthma care. تاني حاجة, reducing the risk, including prevent recurrent exacerbation of asthma, and minimize the need for emergency department visits. Prevent the progressive loss of lung functions and to provide optimal pharmacotherapy with minimal or no adverse effect. ده بيجي من خلال personalized control based asthma management اللي بيبقى فيه pharmacological and non-pharmacological treatment are directed in continuous cycle of assessment adjustment of treatment and reviewing the response of the patient. Assessment including confirmation of diagnosis لو كنا محتاجين, assessment of symptom control, assessment of risk factors, comorbidities, revision of the inhaler technique and adherence of the patient to inhaler, and assessment of the patient preference and goals من التريتمنت ده. تاني حاجة adjustment in treatment including adjustment of the modifiable risk factors adjustment of treatment of comorbidities including the non-pharmacological strategies in the treatment and adjustment of the asthma medication either by stepping up or down according to condition and the patient education. والحاجة التالتة ان احنا to review the response of the patient سواء على مستوى الـ symptoms, the frequency of exacerbation, the side effects of the drugs, the improvement of the lung functions, and reviewing the patient satisfaction from the asthma care. في الجينا 2020 كانت مكان في 2019 ما كانش موجود حتة الـ patient preference وما كانش موجود الـ adjustment down or up, ودي اتزودت في الجينا الأخيرة سنة 2020, زودوا الحتتين دول في الـ cycle of the assessment, adjustment and review. أول حاجة assessment of asthma control. الأربع أسئلة الشهيرة اللي بنسألهم للبيشنت عشان تؤسس الأزمة كنترول in the past 4 weeks. أول حاجة day time asthma symptoms more than twice per week. لو كان في night awakening due to asthma, استخدامه للسابا quick reliever of symptoms more than twice per week وany activity limitation due to asthma. لو مفيش ولا حاجة من دول هيبقى العيان well controlled. لو واحدة أو اتنين يبقى partly controlled. لو في تلاتة أو أربعة من الحاجات دي بالpositive يبقى العيان ده uncontrolled. Risk factor, assessment of risk factor for poor asthma outcomes. أول حاجة to assess risk factors at diagnosis and periodically particularly in patient experiences experiencing exacerbations. Measuring the FEV1 pulmonary function at the start of treatment, then after 3 to 6 months of controlled treatment, وبعد كده periodically for ongoing risk assessment. لازم نعرف إن الpatient لو عنده uncontrolled asthma symptoms, ده يعتبر important risk factor for exacerbation. Additional potentially modifiable risk factors for exacerbation. الايتيمز دي لو العيان عنده اي حاجه من اي واحده من الريسك فاكتورز دول, ده بينكريز البيشنت ريسك اوف اكسربيشن ايفن حتى لو كان العيان عنده فيو سيمتومز اوف اسما. ده انكلودنج الميديكيشنز لو كان البيشنت بيستعمل كويك ريليفر سابا شورت اكتنج بيتا اجونست
بيخلص 1 كانستر بير مانث، او لو في بور ادهيرنس للاي سي اس، او ما فيش اي سي اس اصلا في التريتمنت، او في انكوركت، وده احنا شفناه في الاسسمنت قبل كده. الكوموربيديتيز لو العيان اوبيز او عنده ساينوسايتس، كرونيك ساينوسايتس، لو عنده جرد، لو عنده فود الرجي، لو كان البيشنت، لو كانت البيشنت بريجننت، كل دي ريسك فاكتور للاكستربيشن. لو البيشنت ده اكسبوزد للسموكينج، لو العيان سموكر، لو اكسبوزد لالرجنز او اير بوليوشن، لو البيشنت ده عنده ميجور سايكولوجيكال او سوشيو ايكونوميك بروبلمز، لو بنعمل له بالمونري فانكشن لقينا الاف اي في 1 بتاعته قليله اقل من 60% predicted، او عنده هاي برونكودايليتور ريفرسيبيليتي. لو في الانفستيجيشنز بتاعت البيشنت سام انفستيجيشنز دايركتد للتي اتش تايب 2 انفلاميشن زي البلاد ايزينوفيلز او اليفيتد فراكشن اوف اكسبايرد نيتريك اوكسايد، وده بتبقى دايركتد للبيشنتس ويز الرجيك اسما اللي على اي سي اس. لو في even لو في major independent risk factors زي لو العيان ever intubated أو admitted ل ICU due to bronchial asthma، أو لو في more than one severe exacerbation in the last 12 months، كل دي تعتبر risk factors to increase the likely of exacerbations. أي واحدة من دول even زي ما قلنا لو العيان ده عنده حتى few symptoms of asthma. Risk factors for developing persistent airflow limitation including history of preterm birth, low birth weight او عنده او كان في greater infant gain weight gain، لو الميديكيشنز بتاعت العيان ما فيهاش inhaled corticosteroids، لو في exposure لتوباكو سموك او noxious chemicals او occupational exposures، لو في الانفستيجيشنز بتاعت العيان لقينا لو انيشال اف اي في 1 او لقينا في سبيوتم اور بلاد ايزينوفيليا. بعد كده تيجي الريسك فاكتورز فور ميديكيشن سايد افكتس سواء سيستميك فريكوينت اورال كورتيكوستيرويدز لونج تيرم يوز او يوزنج اوف هاي دوز، او لو كنا بنستعمل حاجه من السيتوكروم بي 450 انهبيتورز، او لوكال سايد افكتس زي الهاي يوزنج الهاي دوز انهيلد كورتيكوستيرويدز، او لو في بور انهيلر تكنيك. ده الستيب وايز ابروتش اللي كلنا عارفينه ان ادلتس اند ادوليسنتس 12 ييرز اند مور. هنا ال continuous cycle of assessment adjustment and reviewing response، وزي ما احنا عارفين بنبتدي بالستيب 1 البريفيرد كنترولر. هنا في الجينا 2020 بقينا نستعمل as needed low dose ICS formoterol. ال ICS المعتمد في الجينا 2020 هو البيوديزونايد، والالترناتيف يا اما low dose ICS أو whenever short acting beta 2 is used. في step 2 بنطلع بيبقى daily low dose ICS formoterol أو as needed low dose ICS أو as needed low dose ICS formoterol. والalternative لو ممكن نستخدم daily daily leukotriene receptor antagonist أو low dose ICS taken whenever SABA is taken. نيجي في step 3 هيبقى maintenance therapy below dose ICS LABA، alternative medium dose ICS أو low dose ICS مع leukotriene receptor antagonist. في step 4 بنستعمل medium dose ICS LABA، في step 5 high dose ICS ومعها add on therapy either anti IgE أو ipratropium bromide أو anti interleukin 5 أو anti interleukin 4 receptor، وممكن alternative at low dose oral corticosteroids
مع considering the side effects. وفي خلال الكلام ده احنا ال preferred reliever therapy في step 1 و 2 as needed low dose ICS formoterol، دي اللي معتمدة في الجينا دلوقتي حاليا. وفي step 3 و 4 و 5 بنستخدم ال low dose ICS formoterol as maintenance and reliever therapy. طيب هل في ال initial asthma treatment هل should all patients start at step 1؟ نبتدي من امتى العلاج؟ احنا بنبتدي according للبيشنت كونديشن، زي ما قلنا في assessment assessment of the confirmation of diagnosis وال symptom control وال modify risk factors وال lung functions وال drugs وال inhaler technique وهكذا. بنبتدي لو كان العيان symptoms بتاعته less than twice a month بنبتدي عند step 1، لو twice a month or more لكن اقل من less than daily بنبتدي عند step 2، لو symptoms most days او بيحصل له night symptoms once a week or more نبتدي عند step 3، لو symptoms most days awakening with asthma one or more ومعاه low lung function نبتدي عند step 4، لكن لو كان أكتر من كده بنبتدي يعني لو more severe عن كده بنبتدي عند step 5 وهكذا. فاحنا مش كل ال patients should. والالجوريزم ده بيوضح اللي احنا قلناه، اللي على الجنب الشمال ده الاسسمنت بالطريقة المعروفة، والالجوريزم according للبيشنت كونديشن بنحط البيشنت في الستيب اللي تناسبه. بما ان الفورميترول الاي سي اس فورميترول دي الدراج المعتمد دلوقتي as a reliever and as a reliever therapy في ال step 1 و 2 and as a maintenance and reliever therapy من step 3 و 4 و 5، فمهم نعرف ال maximum daily dose بتاعت الفورميترول، بالذات في ال لو كان الفورميترول combination مع البيوديزونايد ال maximum dose بتاعته 72 مايكروجرام per day، ولو كان بيكلوميسازون فورميترول maximum dose 48 مايكروجرام per day. العيان اتحسن وهنبتدي نفكر في stepping down of asthma treatment. أول حاجة consider stepping down when asthma symptoms have been well controlled and lung functions have been stable for 3 or more months. If the patient has risk factor for exacerbation, for example history of exacerbation in the past year or persistent airflow limitation, مش هنعمل stepping down إلا في مع close supervision. هنختار الوقت المناسب لبداية الـ stepping down of treatment، ما نجيش في وقت يكون العيان عنده respiratory tract infection أو during traveling أو تكون pregnant patient. بن approach each step as a therapeutic trial وبن engage الـ patient as a part of patient education in the process and process of the treatment. وبنبتدي stepping down ال ICS dose by 25 to 50% at 3 months interval. لو كان ال patient في المرحلة بتاعت step 5 وبياخد high dose ICS LABA plus oral corticosteroids، هن continue على ال high dose ICS LABA ونبتدي نقلل في ال oral corticosteroid dose. ممكن نبقى guided بالسبيوتم ايزينوفيلز، وممكن نعمل alternate day oral corticosteroid treatment، او ممكن نريبليس الاورال كورتيكوستيرويدز with high dose ICS. لو كان patient في step 4 وبياخد high dose ICS LABA plus other add-on agent او other add-on treatment، أو moderate to high dose ICS LABA maintenance treatment أو medium dose ICS formoterol as a maintenance and reliever أو high dose ICS plus second controller
هنا بن continue combination ICS LABA وبنقلل 50% reduction of ICS component. بعد كده ما بنقللش ما بنحاولش ان احنا to discontinue اللابا لانه بيحصل معاها deterioration. بن reduce ال maintenance ICS formoterol to low dose. لو هو ماشي على medium dose بنقللها ال low dose. وبن continue as needed low dose ICS formoterol reliever زي ما احنا. لو هو على high dose ICS plus second controller بنقلل ال ICS dose by 50% وبنكمل نفضل مكملين على ال second controller. في step 3 لو كان عيان على low dose ICS LABA maintenance بنقلل ال ICS LABA to once daily وبن discontinue LABA. زي ما قلنا ما بنعملش discontinuation لل LABA لانه ممكن يحصل معاه deterioration. low dose ICS formoterol as maintenance and reliever في step 3 بنقلل maintenance ICS formoterol dose to once daily and continue as needed low dose ICS formoterol reliever. لو هو ماشي على medium او high dose ICS بنقلل ال ICS to by dose by 50%. ممكن نقدر نساعد الستيبنج داون بان احنا نقاد اون ليكوتراين انتاجونست انهيبيتور ليكوتراين ريسبتور انتاجونست. لو البيشنت اصلا على ستيب 2 وماشي على لو دوز اي سي اس وانس ديلي دوزنج بيوتازونايد او سيكلوسينايد او موميتازون سويتش تو از نيدد لو دوز اي سي اس فورميترول او تو سويتش تو تيك اي سي اس whenever short acting beta 2 agonist is taken. لو هو ماشي على low dose ICS ومعاها leukotriene receptor antagonist switch to as needed low dose ICS formoterol where complete cessation of ICS in adults and adolescents is not advised as the risk of exacerbation is increased with لو احنا هنستعمل short acting beta agonist only لوحدها بيزود الـ risk of exacerbation. هنتكلم عن الـ non-pharmacological strategies. In addition to pharmacological treatment, other strategies may be considered where relevant to assist in improving symptom control and or reducing future risk. أول حاجة cessation of smoking. We have to في كل visit each visit of the patient strongly encourage the patient with asthma to quit smoking and provide access to counseling or smoking cessation problems لو كانت available. بن encourage ال patient with asthma to avoid environmental smoke exposure. تاني حاجة physical activity. Encourage the patient with asthma to engage in regular physical activity. Provide advice about prevention of exercise-induced bronchoconstriction with regular in ICS. Warm up before exercise using SABA before exercise and low-dose ICS formoterol before exercise. لقوا ان الريجولر فيزيكال اكسرسايز امبروف الكارديوبالمونري فيتنس لكن ما بت... ما ما ملهاش اثر على او سبيسيفيك بينيفيت على اللانج على البينيفيت على اللانج فانكشن او على الازمه سيمتومز اكسبت السويمنج في اليونج بيشنت. بعد كده بنكرج البيشنتس على ان هم على الهيلثي دايت. Avoid the occupational exposure. في المانجمنت اوف occupational asthma لازم to identify and eliminate occupational sensitizers and as soon as possible remove the sensitized patient from any further exposure. Avoid the medications that may make asthma worse. أول حاجة always ask لو هندي non-steroidal anti-inflammatory drugs لازم to ask the patients about being asthmatic. بنسأل دايما ال patients with asthma about the concomitant medication. الأسبرين والنون-steroidal anti-inflammatories are
not absolutely contraindicated إلا لو كان في history of previous reaction to these agents. عن prescription of oral أو ophthalmic beta blockers هنتعامل معاها case by case under close medical supervision. وفي لو بنستعمل لو البيشنت بيستعمل كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر لو كانت انديكيتد لاكيوت كورونري ايفنت هنا الازمه نوت ان ابسولوت كونترا انديكيشن لكن الريليتيف ريسك بينفيت ريشيو شود بي كونسيدرد. بعد كده الافويدنس اوف اندور الرجنز هنا تو انكارج السنسيتايزد بيشنتس تو افويد الاندور الرجنز ولقوا ان الالرجن افويدنس ستراتيجيز دايما بتبقى اكسبنسيف وكومبليكيتد ومفيش فاليديتد ميثودز تو ايدنتيفاي هو از ذا بيشنت هو بينيفيت فروم ذيس موداليتيز. ويت ريدكشن مهم جدا في العيانين الاوبيز كذلك البريذنج اكسرسايز ممكن تبقى يوسفول تو سبلمنت يوسفول سبلمنت تو ازما فارماكوثيرابي وبتحسن السيمتومز بتحسن الكواليتي اوف لايف لكن ما يعني ما لاقوش في الريسيرشز ان هي بتحسن البلمونري فانكشنز او بتقلل الاكسسيف فيجن ريسك. افويد الاندور اير بوليوشن زي البوليوتنج هيتنج اند كوكينج سورسز بن انكارج البيشنت تو افويد ذيس اند تو يوز فينتد اوت دورز وير بوسيبل. افويدنس اوف اوت دور الرجنز في السنسيتايز بيشنتس زي البولين والمولد وال ان احنا تو افويد البيشنت تو افويد ذا اوت دور الرجنز. كذلك food avoidance should not be recommended unless an allergy or food chemical sensitivity has been clearly demonstrated. لو في confirmed food allergy, food allergen avoidance ممكن تساعد ان احنا to reduce the asthma exacerbations. Dealing with emotional stress ودي حاجة مهمة قوي encourage the patient to identify goals and strategies to deal with emotional stress if it makes their asthma worse. وأخيرا avoidance of outdoor air pollutants and weather conditions encourage the patient to avoid unfavorable environmental conditions زي like very cold weather or high air pollution. To sum up, treatment of asthma is adjusted in a continuous cycle that involves assessment, treatment, and review. Avoiding risk factors indoors and outdoors decreases the patient's risk of exacerbation. We should strongly encourage asthmatics who smoke to quit. Mental health assessment to deal with emotional stress improves symptom control. Consider stepping down of asthma treatment when asthma symptoms have been well controlled for at least 3 months. Regular physical activity, healthy diet, and normal body mass index assist in enhancing asthma control and benefits the general health. Thank you. Exposure to air pollution and allergens in asthma, the role of treatment and future therapies. The agenda will include definition of air pollution and allergens, types of air pollutants and allergens, impact of air pollution and allergens on asthma, personalized approach for adjusting asthma treatment, the non-pharmacological strategies, role of obesity and diet, and the immunotherapy. Definition of air pollution. The United States Environmental Protection Agency defines air pollution as any visible or invisible particle or gas found in the air and is not part of the natural composition of the air. Definition of allergen. An allergen is any substance or antigen
most often eaten or inhaled, that is recognized by the immune system and causes an allergic reaction. Outdoor air pollutants. We have five major outdoor air pollutants. Number one, the ozone. It comes from harmful industrial chemicals and fuel burning. Number two, nitrogen oxides. They come from vehicles, power plants, and other forms of fuel burning. And number three is carbon monoxide. And it can be found in fossil fuel burning from vehicles and heavy machinery. And number four is sulfur dioxide. And it comes from industries and power plants, as well as ships and vehicles with heavy equipment. Volcanoes are also a natural source of sulfur dioxide. Number five, particulate matter, which is a mixture of solids or liquid droplets in the air and are categorized by size to PM10 that are less than or equal to 10 micrometers in diameter and PM2.5 that are less than or equal to 2.5 micrometers in diameter. And they can be found in urban environments such as construction sites, smoke stacks, fires, and unpaved roads directly emit coarser particles such as wind-blown dust, dirt, smoke, and soot. These particles are often larger and darker, thus more visible to the human eye. Indoor air pollutants. Sources of indoor air pollution include household cleaners and air fresheners, fuel burning heat sources such as wood burning stove, smoke from cooking candles or fireplaces, toxic fumes that are off gases from new products like new furniture or new carpets, attached garage that store cars, motorcycles, on lawn mowers, building and paint products, pesticides, humidity that allows mold to grow, cosmetics, perfumes, and hairsprays. Outdoor allergens. Primary sources for outdoor allergens include vascular plants, pollens, fern spores, soy dusts, and fungi. And about indoor allergens, the house dust, spore of molds, pollen, fabrics, dust mites, cockroach, and pet danders. The impact of the problem. The prevalence of asthma and allergies, including atopy, has increased during the past decades, particularly in westernized countries. The rapid rise in the prevalence of such diseases cannot be explained by genetic factors alone. Rapid urbanization and industrialization throughout the world have increased air pollution and population exposures, so that most epidemiological studies are focusing on possible links between air pollution and respiratory diseases. A growing body of evidence shows that chemical air pollution may interact with airborne allergens, enhancing the risk of atopic sensitization and exacerbation of symptoms in sensitized subjects. In the GINA guidelines, having uncontrolled asthma symptoms is an important risk factor for exacerbations. Additional potentially modifiable risk factors for exacerbation even in patients with few symptoms include exposures, either to smoking, allergen exposure if sensitized, or air pollution. And in the GINA 2020 guidelines, added to the factors contributing to the development of asthma, new evidence suggests that 13% of global asthma incidents in children may be attributable to traffic-related air pollution and that obesity may be a risk factor for developing asthma. Personalized approach for adjusting asthma treatment. Treatment decisions are based on a personalized cycle of assessment, adjustment of treatment, and review of the response. If a patient has persisting uncontrolled symptoms and or exacerbations, despite 2 to 3 months of controller treatment,
we have to assess and correct the following common problems before considering any step up in treatment. And one of these common problems is persistent exposure at home or work to agents such as allergens, tobacco smoke, indoor or outdoor air pollution. And when treating modifiable risk factors to reduce exacerbations, we have to give attention to exposure to tobacco smoke, as we can see, and to allergen exposure if sensitized. The non-pharmacological strategies in treating asthma, the key word here, as we can see, is avoidance. We have to give attention to cessation of smoking and environmental tobacco smoke exposure, avoidance of occupational exposures, avoidance of indoor air pollution, and avoidance of outdoor allergens. Avoidance of outdoor air pollutants and weather conditions, and avoidance of foods and food chemicals. Avoidance of outdoor air pollution. Meta-analysis of epidemiological studies showed a significant association between air pollutants and symptoms or exacerbations of asthma, including emergency department visits and hospitalizations. Certain weather conditions like thunderstorms may trigger asthma exacerbation by a variety of mechanisms, including dust and pollution, increasing level of respirable allergens and causing changes in temperature and or humidity. Reduction of outdoor air pollutants usually requires national or local policy changes. And the advice here is, when asthma is well controlled, there is no need for patients to modify their lifestyle to avoid unfavorable outdoor conditions. It may be helpful during unfavorable environmental conditions to avoid outdoor physical activities and to stay indoors in a climate-controlled environment and to avoid polluted environment, especially during viral infection. Avoidance of outdoor allergens. For patients sensitized to allergens such as pollens and molds, these are impossible to avoid completely. And the advice here for sensitized patients that closing windows and doors, remaining indoors when pollens and molds counts are highest, and using air conditioning may reduce exposure. Avoidance of indoor air pollution. Installation of non-polluting, more effective heating in the homes of children with asthma does not significantly improve lung function, but significantly reduces symptoms of asthma, days off school, healthcare utilization, and pharmacist visits. And the advice here to encourage people with asthma to use non-polluting heating and cooking sources, and for sources of pollutants to be vented outdoors when possible. Avoidance of indoor allergens. Asthma patients may react to multiple factors that are everywhere in the environment, and thus complete avoidance is usually impractical. Medications to maintain good asthma control have an important role because patients are often less affected by environmental factors when their asthma is well controlled. There is conflicting evidence about whether measures to reduce exposure to indoor allergens are effective at reducing asthma symptoms. The majority of single interventions have failed to achieve a sufficient reduction in allergen load and to lead to clinical improvement, as we will see in the next table. So, as we can see, we may have to use integrated interventions to achieve good evidence of effect on allergen loads for levels and to achieve a good evidence of clinical benefit. Role of obesity. Obesity has been reported to modify the effect of air pollution on asthma in most published studies. We have here three main studies. Large cross-sectional study of Chinese children found that the estimated effect of NO2 and sulfur dioxide on respiratory symptoms or asthma was significantly greater in overweight or obese children than in children of normal weight. The second one was a 10-year study of Swiss adults
found that improved air quality reduced the rates of age-related decrease in FEF 25 to 75 and FEF 25 to 75 over FVC ratio and FEV1 over FVC ratio in participants with low to normal weight but not in overweight or obese participants. The third study, actually there were two studies reported that short or long-term exposure to ozone was significantly associated with greater reductions in lung function in overweight obese adults than in non-overweight adults. And these results were especially in women. Again, the role of diet, diet and certain vitamins like antioxidants and vitamin E and C can attenuate the effects of air pollution on asthma. As this figure illustrates, that non-modifiable factors can interact with modifiable factors and both can in turn interact with air pollution. Modifiable and non-modifiable factors should be considered when addressing air pollution at the policy level. Subcutaneous immunotherapy. It involves the identification and use of clinically relevant allergens and administration of extracts in progressively higher doses to induce desensitization and tolerance. European physicians tend to favor single allergen immunotherapy, whereas Northern American physicians often prescribe multiple allergens for treatment. In people with asthma and allergic sensitization, subcutaneous immunotherapy is associated with a reduction in symptoms, scores, and medication requirements, and improved allergen-specific and non-specific airway hyperresponsiveness. Studies to date suggest that serious side effects are uncommon. Incidence of adverse drug reaction is approximately 0.5%, but may include life-threatening anaphylactic reactions. And the advice here that compared to pharmacological and avoidance options, potential benefits of subcutaneous immunotherapy must be weighed against the risk of adverse effects and the inconvenience and cost of the prolonged course of therapy, including the minimum half-hour wait required after each injection. Sublingual immunotherapy. Usually used in patients with asthma and house dust mite allergic rhinitis. It has a modest reduction of ICS with high dose sublingual immunotherapy. And when added to low or medium dose ICS, it showed increased time to exacerbation during ICS reduction in suboptimally controlled asthma. Side effects from sublingual immunotherapy for inhalant allergens are predominantly limited to oral and gastrointestinal symptoms. Advice for adult patients with allergic rhinitis and sensitized to house dust mite with persisting asthma symptoms despite low to medium dose of ICS containing therapy, consider adding sublingual immunotherapy provided that FEV1 is more than 70% of predicted. As for any treatment, potential benefits of sublingual immunotherapy for individual patients should be weighed against the risk of adverse effects and the cost to the patient and the health system. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. Rahab Meher. I am an assistant professor of pulmonology at Ain Shams University. Thank you for joining me to have a brief overview over a very important topic that is severe and difficult to treat asthma. By the end of this overview, I hope you would be able to understand the difference between some important definition. You should also learn to set an algorithmic approach to properly assess your asthmatic patients so that you can pick up this group with severe and difficult to treat. And finally, you will get familiar with the recent categorization of severe asthmatic patients according to phenotypes and endotypes. Okay, let's first start with the definition of uncontrolled asthma. Uncontrolled asthma is simply asthma with persistent symptoms or
frequent exacerbations requiring oral corticosteroids more than twice per year, or serious exacerbations requiring hospital admission at least once per year. A subset of this uncontrolled asthma is termed the difficult to treat asthma. Those are the patients who are, despite step 4 or step 5 medications, the use of medium or high dose inhaled corticosteroid with or without oral corticosteroids are still uncontrolled, or that requires such a treatment to achieve good control and reduce risk of exacerbation. A lot of reasons can be responsible for this difficult to treat asthma, like incorrect use of medications or improper adherence to medications, presence of comorbidities or risk factors that are not addressed, and we'll talk about that in a moment. A third subset is called the severe asthma. Severe asthma is a subset of uncontrolled asthma despite optimal maximum treatment and the treatment of contributing factors and modifiable risk factors. It also includes patients who worsen when high dose medications are reduced, that is to say, when you try to step down. These groups are not exceeding 4%, about 3.7%, but are responsible for most hospitalization and financial burden. And so identifying them and searching for new treatment modalities to offer them is extremely important. In order to be able to correctly assess and identify these groups, we have to follow a systematic algorithmic approach. The first step when you are approached with an asthmatic patient, that is one complaining of episodic attacks of wheezing following exposure to a precipitating factor, is to confirm the diagnosis. This is done by spirometry and assessing for bronchodilator reversibility. If there is either 200 ml or greater or 12% or greater increase in the FEV1 after bronchodilator inhalation compared to the pre-bronchodilator value, this is diagnostic. Also, we should rule out other differential diagnoses such as COPD, in which there is fixed airway obstruction and the post-bronchodilator FEV1 to FVC is less than 70%. Also, the presence of gastroesophageal reflux disease. Vocal cord dysfunction, now known as inducible laryngeal obstruction, which is narrowing of the vocal cords or the supraglottic area in response to a trigger or a stimulus. Upper airway cough syndrome, which is chronic cough associated with posterior nasal discharge secondary to allergic or non-allergic rhinitis. Tracheomalacia, cardiac disease, or the use of ACE inhibitors. The next step is to look for contributing factors, like, for example, incorrect inhaler technique, which we actually see in clinical practice on a very wide scale. You should see how the patient uses his inhaler. Can he coordinate properly? Does he take deep breath? Can he hold his breath, etc.? You should also assess the device used, whether metered dose inhaler or powder inhaler or else. Some patients tend to stop their medication or not take them regularly after feeling improvement of symptoms, so we have to check for proper adherence to medications. The overuse of short-acting beta-2 agonist causes down-regulation of receptors and increases the need to escalate the dose to control the symptoms. Using two or more canisters is associated with increased morbidity. Side effects of medication, like for example, the chronic use of oral corticosteroids. So when you try to taper them, usually the symptoms worsen. Modifiable risk factors. A risk factor is the condition which increases your risk of developing a disease. And the modifiable risk factor is that which you can take measure to change. Modifiable risk factors causing poor asthma control include smoking. Don't forget the secondhand smoking, which is equally hazardous as the active smoking. Also, environmental pollution or allergen exposure. Frequent use of non-steroidal anti-inflammatory drugs or beta blockers. Presence of comorbidities. The most important comorbidities, the GERD, of course, and the presence of the upper airway cough syndrome.
Then we have to optimize our treatment. In optimizing the treatment, the first step is asthma education, which is a must. So your patient must understand what triggers his symptoms, how to take his inhaler, what are the alarming symptoms which require seeking immediate medical attention. And each patient should have an action plan and be able to self-assess. We should optimize, of course, the treatment doses. We should confirm the technique and emphasize on adherence. We can even have a trial of high dose inhaled corticosteroids or oral corticosteroids. We have the add-on therapy like the leukotriene receptor antagonist and the long-acting muscarinic antagonist, namely L-tiotropium, and addressing the comorbidities if present. Then we check for the response. We reassess the patient in 3 to 6 months. If the daytime symptoms and the use of the reliever medications are less than twice per week, and the nocturnal symptoms are less than twice per month, and there is no limitation of activity, and FEV1 is greater than 80%, then we say that asthma is controlled, and we can step down the treatment according to the GINA guidelines. On the other hand, if the daytime symptoms and the use of the reliever medications are more than twice per week, and the nocturnal symptoms are more than twice per month, and there is limitation of activity, and the FEV1 is less than 80%, so the asthma is uncontrolled. And if we are sure of the treatment optimization and the treatment of the modifiable, the treatment of the comorbidities and addressing the modifiable risk factor like cessation of smoking and still asthma is controlled, then the diagnosis of severe asthma is confirmed. Therefore, the next step is to identify the phenotypes and the endotypes of severe asthma. So what do we mean by this? There is increasing desire to subdefine this group of severe asthmatic patients based on clinical and pathophysiological mechanisms and cytokines or biomarkers involved. So a phenotype refers to a list of observed clinical characteristics and presentation. And when we talk about severe asthma, the presentations that are involved are the age, the gender, the body mass index, the history of smoking, and the history of the disease itself, and the age of onset. Where are the endotypes here involved? The endotype refers to underlying pathophysiological mechanisms and usually depend on measuring the biomarkers involved in these mechanisms. So we have blood biomarkers like the IgE, the interleukins, mainly interleukin 4, 5, and 13, and blood eosinophils. Sputum biomarkers include sputum, xenophils, and neutrophils, and we have exhaled biomarkers like the fraction of exhaled nitric oxide. As regards the phenotypes here, we have the early versus the late onset asthma, and we have the atopic versus the non-atopic asthma, and we have the asthma with variable versus the asthma with fixed airway obstruction. And finally, we have asthma with obesity and that without obesity. As regarding the endotypes and the inflammatory mechanisms that are associated with the granulocytic inflammation in asthma, we have the type 2 inflammation, which is triggered by exposure to antigens, and in which the helper T2 cells are stimulated to differentiate and produce cytokines, namely interleukin 4, 5, and 13. Interleukin 4 activates mast cells to release IgE, and interleukin 5 and 13 activates eosinophils. Non-type 2 inflammation, this is triggered by exposure to irritants, to pollutants, to microbes, and to viruses, and it is mediated by interleukin 33, and the main cells here involved are the neutrophils. The different endotypes reported in literature include eosinophilic airway inflammation, neutrophilic airway inflammation, mixed neutrophilic and eosinophilic inflammation, posigranulocytic inflammation. Posi means rare.
and hyperresponsiveness with variable obstruction, and finally fixed obstruction. Finally, this table, we will try to simplify a way to assess severe asthma in terms of phenotypes and endotypes. By using the biomarkers, we end up dividing the severe asthma into two categories, T2 high asthma and T2 low asthma. In T2 high asthma, we have evidence of atopy. The IgE levels are more than 100. The fraction of expired nitric oxide is more than 30 particles per billion. The blood eosinophils are more than 300 and the sputum eosinophils is greater than 2%. Whereas in T2 low asthma, there is no evidence of atopy. The IgE levels are less than 100. The fraction of expired nitric oxide is less than 30 particles per billion. Blood eosinophils less than 300 and sputum eosinophils are less than 2%. In T2 high asthma, we have subtypes, mainly that with allergic predominance, which can benefit from anti-IgE omalizumab plus or minus oral corticosteroids as they are steroid sensitive. The eosinophilic predominance can benefit from the anti-interleukin-5 with also oral corticosteroids. Anti-interleukin-5 causes eosinophil apoptosis and reduce the number of the circulating eosinophils. And if there is evidence of severe allergic rhinitis or aspirin intolerance, a trial of leukotriene receptor antagonist may be beneficial. The mixed type allergic and eosinophilic overlap can benefit from oral corticosteroids, omalizumab, or anti-interleukin-5. If there is evidence of allergic bronchopulmonary aspergillosis, like fungus-specific IgE or skin prick test is positive, or there is central bronchiectasis or blood eosinophilia, therefore these can benefit from antifungal oral corticosteroids and a trial of omalizumab. In T2 low asthma, there is two subtypes, the neutrophilic asthma and the postgranulocytic asthma. In neutrophilic asthma, the sputum neutrophils is more than 60%. And if blood eosinophils is less than 200 per milli, those can benefit from macrolides as immune modulatory. And if there is evidence of the smoking, this group can benefit from long-acting muscarinic antagonists. Asthma is associated with remodeling changes, so we search for bronchial hyperresponsiveness. If present, this patient can benefit from bronchial thermoplasty. If there is fixed airway obstruction or the asthma COPD overlap syndrome, these patients can benefit from the long-acting muscarinic antagonist. If the body mass index is increased, those patients can benefit from weight reduction. In the postgranulocytic asthma, the sputum neutrophils is less than 40% and the sputum eosinophils is less than 2%. And this group is unfortunately steroid resistant, and the only solution is to have a trial of bronchial thermoplasty. In the end, I'd like to thank you and I hope to see you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا الدكتور مصطفى رجب، أستاذ الأمراض الصدرية كلية الطب جامعة الزقازيق. يسعدني وشرفني إن أنا أشارك في هذا البوست جرادويت كورس أباوت البرونكيال أزمة مع الزملاء الأعزاء، وبنشكر كل القائمين على جمعية البرونكولوجي، وبنشكر بخصوص بالذات الأستاذ الدكتور ياسر مصطفى على دعوته ليا وتكليفي بإلقاء هذه المحاضرة. الحقيقة النهاردة أنا هتكلم على ما يسمى بالنوفل بيولوجيكال ماركرز and the treatment recommendation in bronchial asthma. Biological marker احنا بنختصرها على طول وبنقول عليها biomarkers. ايه هو biomarkers في الاول؟ يعني ايه كلمة biomarkers؟ biomarkers ده characters، حاجة بنقيسها وبنعملها evaluation. في بعض الحالات النورمال او في الباثولوجيكال biological process، وبستخدمها عشان استراتيوتيك انترفينشن. استخدامها الرئيسي الحقيقه في التارجت ثيرابي في البرونكيال ازمه، لاما في الدايجنوزس او ما يسمى
السيروجنوستيك. يعني ايه سيروجنوستيك؟ يعني الابيليتي بتاع هذه الحاجات اللي بقيسها ان هي تبريدكت التريتمنت ريسبونس وكذلك لها بروجنوستيك كاباسيتي. ده كلمه باي ماركر، حاجه بقيسها بتبقى موجوده في النورمال وفي بعض الباثولوجيكال بايولوجيكال بروسيس، من خلالها بقدر تساعدني في التشخيص في البروجنوز، واللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الثيروجنوستيك. دي كلمه جديده اللي هي قدره هذه الشيء اللي بقيسه على البريدكتد تريتمنت ريسبونس. طب هذه الباي ماركر بحب استخدمها في جميع حالات البرونكيال ازمه؟ الحقيقه لا، هذه الباي ماركرز جايدد ثيرابي نوت نيسيسري في موست مايلد او مودريت ازمه، فاستخدامها فقط في عيانين السبير ازمه. طبعا معروف مش وقته نتكلم ليه، فلازم نعرف يعني ايه كلمه سيفير ازمه قبل ما نبدا نخش في الباي ماركرز. كلمه سيفير ازمه زي ما احنا كلنا عارفين، عيان بياخد ماكسيمم دوز اوف انهيل دستروي وبياخد معاه سكند وثيرد انهيلر، يعني بياخد لاما وبياخد تايتروبيا وكمان بياخد احيانا لو دوز اورال كورتيكوستيرويد. علشان ايه بياخد الجرعه دي؟ كلها عشان يبقى كويس، عشان يبقى كنترول، او لو قللها يبقى ان كنترول. وفي عيانين بياخدوها وبالرغم كده ما زالوا ان كنترول. ده هيدفعني الى ان نعرف يعني ايه كلمه ان كنترول. كلمه ان كنترول بتشمل اربع حاجات: سيمتوماتيك ان كنترول، يعني العيان اكوردنج تو جينا او الاكت تيست مش مستريح، يعني بيجي له ازمه سيمتوم اكتر من مرتين في الاسبوع، ده ابسط حاجه، وبياخد ريليفر ميديكيشن اكتر من مرتين في الاسبوع في الشهر الاخير طبعا، بيقوم بالليل مره او مرتين في الشهر، في ليميتيشنز في الاكتيفيتيز بتاعته. ان كنترول ده سيمتوم، او عيان بيجي له فريكوينت اكسبريشن بيضطر معاه ان هو ياخد اورال كورتيكوستيرويد في اكتر من 3 ايام، او عيان جاله سيفير اكسبريشن دخلته المستشفى او اي سي يو، او العيان عنده بيرسيستنت اير فلو ميديشن. عارفين ازماتك ان بتوين العيان بيبقى مير اور ليس نورمال بالمونر فانكشن، ده اولموست اولوز عنده ليميتيشن في الاير فلو بالسبيرومتري، يبقى ده عيان اسمه ايه؟ سيفير ازمه. قبل ما ادي فرمان واقول ان العيان ده سيفير ازمه، لازم اعمل واتس كولد البيزك رايت، يعني اعمل الصح قبل ما اقول العيان ده سيفير ازمه، لان بعد كده اخش على ان انا اعمل له فينوتايبنج. ايه هو البيزك رايت؟ الست حاجات اللي احنا كلنا حافظينهم: انهيلر تكنيك، وما ادراك ما انهيلر تكنيك، وقد ايه ان هذه النقطه لوحدها كفيله ان العيان ما يطلعش سيفير ازمه ويطلع ان هو بيستخدم البخاخات بتاعته غلط، وكذلك الادرانس. بننسى نتكلم عن الانفايرمنت، الحقيقه البيت بتاع العيان ساعات بيبقى دايما حاجات كتيره جدا جوه البيت هي السبب، او في المنطقه اللي حوالين البيت، او في الشغل، او في الانفايرمنت. لو ادينا لها شويه اهميه هتفرق معانا كتير. ما ننساش عمرنا الكوموربيديتيز اللي عند العيان، اللي احنا لو ظبطناها الازمه هتتحسن وبيبقى فيها السايكولوجيك فاكتور. ونيجي للاهم نقطه في الموضوع ده كله، هل دي ازمه ولا لا؟ كلنا يعني هل حاجه اسمها، في حاجه اسمها ازمه بلس، ده من عندي يعني. كلمه ازمه بلس يعني انا طول عمره ازمتي، ومره واحده الايه ما عادش متظبط، مش معنى برضه اقعد اركز دماغي ان هو ازمه، لا، في حاجه اسمها ازمه بلس. كلنا بنشوف حالات ازمه وجيلها سوبر بوز اند برونكيال ازمه وسوبر بوز برونكيكسس، فمش دايما الازمات اولموست اولوز ازمه. شوف هذا ساعات بنشوف سيدو ازمه، بنشوف كتير جدا عيانين اللي هو البول انجيتس عند الزنفيل الجريلوما اللي هو كان اسمه جورج ستراوس، مستريح، كل ما بتديله سترويد مستريح، تيجي توقفه يتعب، حاول تفكر ان هو ممكن يكون حاجه ثانيه، وهكذا. هناخد طبعا بعض الامثله، طبعا كورفورم الدياجنوز كلنا عارفين بالطرق المختلفه اللي احنا حافظينها، بس كلنا شفنا حالات فيتال كورد فانكشن بتنعالج ازمه، شفنا حالات بايلد اتاك وبتعالج ازمه، شفنا حالات كونجيست هارت فيلر بتنعالج ازمه، كونكيتس بتعالج ازمه، اندوبرونكال ليجن وجيب. انا شفت حاله من صورت وندانس دي فرادين مفرمايد، العين بينهج والورك بريسنج زايد، ومدي شويه جوز على الناحيه اللي ما فيش فيها النيموسورك، ولقيت العين جاي لي واخد فرادين مفرمايد. فاذا الكونفيرم الدياجنوز ده حاجه في غايه الاهميه، ولا تنسى ان هي الازمه مش طول عمره، ممكن ازمه ممكن يجي له سمثينج ادد اللي انا بقول عليها الازمه بلس. الكوموربيدس بقى لازم كلنا حفظناها بقى، لازم نعالجها، لان لو سبت الكوموربيدس العيان هيبقى ان كنترول، وكلنا حافظينهم مفيش كلام. ولكن انا بحب بس افكركم بحاجه بسيطه جدا،
العيانين اللي هم عندهم الستات البري منستير والازما اكسربيشن او عندهم ثايرويد ديسورد، العيانين دول مش هيتحسنوا. اذا عالجت الثايرويد بننساها ساعات، بنشوف عليها كتير جدا بتجيلي دي ديفكتيف. وان عيانين الستات اللي عندهم حته البري منستير ده ساعات ما بيتحسنوش الا اذا خدوا اورال كونتراسبتيف وتشيل الزوبز اللي استخدموا، بتبقى تاثيرها فعال جدا لو انت غيرت وديتها اورال كونتراسيبت. ده كلام مهم قوي ان احنا نعرفه قبل ما ناخد اي قرار. ده كده ملخص للكلام اللي انا عايز اقوله، ان قبل ما اقول ان عيان ده سيمير ازمه لازم اشوف الانهيلر تكنيكس اللي هو البيزك رايت، دو ذا بيزك رايت اللي هو الانهيلر تكنيك والايدرانس والكوموربيدسز. بس انا عايز ازود هنا، انا جايب السلايد ده عشان ازود حاجتين، الديسفانكشن بريزنج ما حدش بياخد باله منه، والبور فيتنس ما حدش بياخد منه. طبعا ما هماش الوقت اللي احنا نتكلم فيه عليهم، ولكن البور فيتنس عيان مجرد دي كونديشن، مجرد ما يجي يعمل اي مجهود هناك وقد ايه الناس دي بتنعالج ازمات الكليه جاست دي كونديشن. وكذلك ديسفانكشن بريزنج بيحتاجوا مننا شويه اتنشن. خلاص انا قلت العيان ده سيفير ازمه، عملت له الاسسمنت بتاعي، طلع مني حاجتين، عملت البيزك رايت طلع ان السيفير ازمه اللي عنده ما يشتروا سيفير ازمه ولكن يضيف كالتوتويت ازمه، وقدرت اطلع حاجه من الحاجات اللي انا قلتهم الست حاجات. لقيت مشكله في التكنيك، لقيت مشكله في الهيدرانس، لقيت مشكله في الكوموربيتس، لقيت مشكله في الانفايرمنت، لقيت مشكله في التخشيص، يبقى ده خرج. خلصنا وصلنا انها خلاص كل الحاجات دي عملتها اللي هو البيزك الست اللي انا بقول عليهم، وطلع فعلا سيفير ازمه، يبقى ما عادش قدامي غير ان انا اعمل بقى ايه الخمسه، اخش بقى الخطوه اللي بعد كده اعمل فيها فينوتايب، اعمل العيان ده فينوتايبنج عشان نشوف هل هيستخدم هذه البيولوجيكال تريتمنت بناء على جايدد باي البايو ماركرز ولا لا. فينوتايبنج للسيفير ازمه دي حاجه مهمه، السيفير ازمه الكونفيرمد فينوتايبنج للسيفير ازمه بيساعدنا جدا ان احنا نقدر نعالج العيان بطريقه احسن تورد احد خطوات البيرسونلايزد ميديسن. تعال بقى نشوف الفينوتايب اللي انا ايه هعملها للازمه وهقيس وهستخدم فيها البايو ماركر. هم حاجتين او ثلاثه، تي اتش 2 بايو ماركر هاي او تي اتش 2 بايو ماركر لو. ده يخليني ارجع مع حضراتكم بسرعه جدا من غير تفاصيل ممله الى الباثوفيسيولوجي للديفرنت ازمه فينوتايب. الباثوفيسيولوجي للديفرنت ازمه فينوتايب ببساطة أنا عندي ثلاث حاجات. عندي حاجة اسمها أتوبيك إيزوفيليك أزمة، نون أتوبيك إيزوفيليك أزمة، والنيوتروفيليك أزمة. هو لما يجي مثلا ناخد بسرعة كده من غير تفاصيل مملة، أليرجين بيخش الدندريتك سيل عن طريق أي إل 33 و25 تي إس إل بي اللي هو السايمك ستومال لايجن ليمفوبيوتين. ده على فكره له انتاجونيست واحده من البيولوجيكال سيرفي، يبدا ايه ياخد عن طريق هذه الاي ال يخش على الايه التي اتش 2 سيل. هتطلع اربع حاجات، الاي ال 4 و13 هنخش للبيتا سيل ويطلع اي جي اي ويخش على النص سيل ويخش على السيت الادوي، ويطلع الاي ال 5 عشان يجمع يعمل ريكروتمنت للزونوفيل، ويخش على الاي ال 13 عشان يعني يخش على سموس ماسل. دي اللي اسمها ايه؟ دي اسمها اتوبيك، ودي اسمها ايه؟ الزينوفيلك. الثاني بقى اللي لو اتعرض لبون او مكروب مش الرجن بقى، بتتاخد بالمايكروفاج بنفس الثلاثه اندوسيليا بتوع الاندوسيليم اي ال 33 و25 تي اس ال بي عشان يخشوا على السي 2 او السي 18 عشان يعملوا ريكروتمنت للنيتروفيل لو خد سي 18، او سي 2 عشان يعمل ريكروتمنت للزينوفيل لو هو ايه؟ الزينوفيلك ونون اتوبيك. والخطوه الثانيه اللي هو بيستخدم الاي ال 17 والاي ال 17 سيل عشان يعمل كروت من النيتروفيل ويدخل في النيتروفيليك ازمه. يبقى ببساطه انا عندي اتوبيك ايزونوفيليك ازمه ونان اتوبيك ايزونوفيليك ازمه ونيتروفيليك ازمه. نسبتهم ايه؟ 55% من العيانين الازماتيك ايزونوفيليك و21% بوسي انفلاماتري، 18% نيوتروفيليك، 6% ميكسد. طب انا بعرفهم ازاي؟ اولا عن طريق السبيوتم ايزنفيل. عن طريق ايه؟ السبيوتم ايزنفيل اللي هي صعبه جدا ومحتاجه معامل خاصه جدا ومش موجوده في اغلب الا في حتت قليله جدا في العالم في الريسيرشز. فانا لو عملت سبيوتم ايزنفيل
علشان اقدر احدد اي نوع من انواع دهيا بيبقى ايزونوفيل الازمه. لو السبيوتر في الايزونوفيل من 2 ل 3، اغلب الناس بتتكلم فوق 3 او 2، او نيتروفيلك لو النيتروفيل فوق 76. ميكسد بين الاثنين بوس انفلاماتري نيتروفيل اقل من 76، ده الايه الفينوتايب. طب كلينيكالي بقى، كلينيكالي هعمله ازاي؟ يبقى العيان عندي سيفير ازمه، عملت كل اللي في ايدي وتاكدت ان هو سيفير ازمه، بدات ادخله ان انا اعمل له فينوتايبنج. المتاح في ايدي ايه؟ الكرنت بايو ماركر، ان انا اشوف البلاد ايزينوفيل والفينو. البلاد ايزينوفيليا فوق ال 300 او الفينو فوق ال 25 بي 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 اللي هو بارتكل بير بليون، دول اقدر اعملهم في اغلب ما في مصر. طبعا ما فيش عندنا غير السبيوتوم البلاد ايزينوفيليا. السبيوتوم ايزينوفيليا في اغلب حتت في مصر، اماكن نادره جدا هي اللي ممكن تبقى تعمله. فلو لقيت ان الراده دي يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه تي اتش 1 هاي، وده اقدر ادخله على البيولوجيكال سيرفي. او لو لقيتهم اقل من هذه الارقام يبقى ده تي اتش اي لو. في واقع الامر ان العمليه مش بالبساطه دي، ان مش كل عيان الايزينوفيل فوق 300 والفينو فوق ال 25 يبقى تي اتش 1، هو تي اتش 1 هاي، ولكن لهم سبيسيفيستي وسنسيتيفيتي، يعني ما هماش ختم 100%. في احلى الدراسات في حوالي 75% سبيسيفيك، وبعد شويه الاقي العيان بقى تي اتش لو، والتي اتش لو ممكن يقلب الى تي اتش هاي. فبنعمل كل المجهود عشان نوصل اغلب نحاول نشوف ايه البايو ماركرز اللي اقدر استعين بيها، فتبقى لها كلينيكال براكتس ابلكيشن عشان تساعدني ان انا اختار العلاج الصح. طبعا في كرنت بايو ماركر ان ذا بايب لاين، بس هي لسه ما دخلتش ان انا اقيس الاي ال انترلوكن سبيسيفيك لكل تي اتش واشوفه في البلاد، بس لسه ما دخلش الكرنت حد حالا الاثنين دول، وهنشوف ممكن يزيد معاهم. عشان كده مش دايما هذه البلاد ايزينوفيليا بيبريدكت ال 2 اتش 2 انفلاميشن، ده له لو سنسيتيف تو سبيسيفيك. طب ليه ما هواش 100%؟ ليه لما اقيس البلاد ايزينوفيل او سبيوتم البلاد ايزينوفيل او الفينو ما بيبقاش بيأكد ان دي اتش 2، وهي في اعلى الدراسات حوالي 80% نظرا للهيتروجينسي اوف ذا بانكر ازما بيشن زي ما انتم شايفين كده. يعني ممكن الهيزنفيليك اي بيبقى فيه اوفرلاب مع الاتوبيك، وممكن التي اتش نان النيتروفيليك يبقى فيه ميكس مع البوس انفلاماتوري. في ناس دايما في النص بيجي من دي على دي ومن دي على دي، وهي دي طبيعه البرونكيال ازمه. فعشان كده بدا يشوف ايه اللي انا اقدر اشوف باي ماركرز احسن خلاف السبوتر الايزينوفيليا والفينو، لو انا اضفتهم يدوني قوه ويمارس السنسيفتي اند سبيسيفيتي. طبعا الانديوس سبوتر لو قدرت اعمله هو الاحسن حاجه. الجولد ستاندرد تو امبليفاي اير واي انفلاميتور فينو تايب، والكرنت ريكومنديشن للاي تي اس والاي ار اس جايد لاين في سيفير ازمه ان انا استخدم سبوتر انفيليا ولكن كومبلكس تايم كونسيومنج نوت وايدلي افيلبل. ولكن لو قدرت اخليه ان الانديوز سبوتم ده ممكن اعمله في اي معمل، اعتقد ان التارجت سيرب دي دونك الازمه هيتحسن جدا جدا، والسنسيتيف والسبيسيفيستي بتاع الشغل اللي احنا بنعمله هيبقى احسن، واختيار البيولوجيك لكل حاله من دونك الازمه هتفرق كتير. البدائل ايه؟ السيفرال سيروجيت ماركر، ايه هي النوائب او البدائل للسبيوتم ايزينوفيليا اللي انا اقدر استخدمها في الوقت الحالي؟ هي البلاد ايزينوفيليا والفينو، ولكن ده لحد حالا مش موجود طبعا في النيتروفيليك، ده متاح للايزينوفيليك ازمه. بدا يظهر في الاونه الاخيره ان انا اقيس الاكسهيل اير واخده بدل بقى السبيوتم ايزينوفيليا، نشوف الاكسهيل اير ده، وبدا يقيسوا حاجه اسمها الفولاتايل اورجانيك كومباوند او الفوكس، وبدا يبقى لها سنسيتيفيتي كويسه جدا، وبدا يضيفوها للفينو، وبدا يضيفوها للبلاد ايزينوفيليا عشان احسن الايه السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتاع الايه البايو ماركر اللي انا بقيسها. يبقى لحد حالا في اغلب العالم موجود للنيتروفيل وموجود للايزينوفيل، والثلاثه يستخدموهم مع بعض، ان انا استخدم الفوكس والبلاد ايزينوفيليا والفينو كبراكتيكال اند كلينيكال بلاد ابليكابل باي ماركر، اقدر اعملها بسهوله واقدر اخد عليها اخد ديزيشن للعلاج بتاعي. طبعا ما زلنا في مصر المتاح عندنا هو البلاد ايزينوفيليا فقط. يبقى ان كونكلوجن في الحته الصغيره دي
اللي سبوتا بزنفيريا فوق 3 هو ده البي اتش 2. وان كان طبعا هنتكلم حالا ان في تغيير في الارقام دي في الجينه قال الكلام تاني. السيروجيت ماركر البدائل ليهم هو الفينول بلاد زنسيليا طبعا الاي جي عشان الاتوبيك، والفوكس اللي هي اصبحت موجوده ان انا اقدر اشوف الاكسهيلد نايتروكسايد واشوف الايه الهكسان والهكسانون والبروبانول واقدر اقيسهم بالايه، وده طبعا موجود هذه الفوكس كمان النيتروفيل مش الايزوفيل فقط. الجينه قالت ايه بقى؟ يعني ده الكلام للابحاث اللي كلها. الجينه قالت ان التي اتش 2 دي بالنسبه لها لو توفر الحاجات الاتيه، ما قالتش يعني نمره واحد ان انا بقيس البلاد ايزونفيليا يكون فوق ال 150 مش 300، هنا اتفقت بال 150. بس خلي بالكم انا بقيس البلاد ايزونفيليا امتى؟ والعيان في الاكس بيشن والعيان في الستيد ستيت والعيان وزاوت تريتمنت ولا العيان وهو ماشي على علاجه؟ الحاجات دي بقيسها والعيان ماشي على علاجه. يبقى هذه الامور بنعملها ميجرمنت ديورنج ايه العيان ماشي على الهاي دوز اي سي اس اند ايفن لو دوز اورال. يبقى والعيان ماشي على علاجه بقيس هذه الكلام. فلو لقيت البلاد ايزونوفيل فوق ال 150 ده بالنسبه لي ايه حاجه بقيس او اور اند او أور. يعني مش شرط كلهم يكونوا متواجدين، او لو لقيت الفين فوق ال 20 دي دي بي اند اور السبيوتوم ايزونوفيلي هنا مكتفيه برقم 2 اند اور. هنا بقى حاجه كلينيكال بقى ممكن احنا في مصر بالاضافه الى البلاد ايزونوفيلي نستعين بيها اللي هي الازمه از كلينيكالي اليرجن درايفن، واضح جدا تعرض للبولين يجي له الاتاكس. وفي حاجه كمان اند اور نيد فور مينتنس اورال كورتيكوستيرويد. يبقى لو العيان وصل ان هو سيفير ازمه وعملت اسسمنت كويس قوي زي ما احنا قلنا وطلع في الاخر ان هو سيفير ازمه بدات اقيس بقى وهو ماشي على علاجه. خلي بالك من النقطه دي في غايه الاهميه، العيان لازم يكون ماشي على علاجه. ولقيت البلاد ايزونوفيليا فوق 150 او الفينو اند اور فوق ال 20 او السبيوتم فوق ال 20، وفي مصر احنا ما عندناش غير البلاد ايزونوفيليا، واقدر اضيف عليهم ان هو الازمه اسكلينيك الاريجن درايفن وفي نفس الوقت نيد فور مينتنس اورال كورتيكوسترويد، يبقى ده نقول عليه تي اتش 2. التي اتش 2 ابدا استخدمه اللي استخدم له بقى الايه البيولوجيكال دراجز المتاحه، في واحد في مصر وفي واحد انزا اثنين داخلين في السوق. كلمه بيولوجيكال معروف ان هو دراج بروديوس باي ليفنج سيلز هو البيولوجيكال بروسيس اند ميميك الناتشرال بيولوجيكال سبستانس ساتش اند انتي بودي وهكذا. ايه البيولوجيكال المتاحه دلوقتي في مصر موجود او يعني في العالم؟ موجود الانتي اي جي اي من 2005 موجود في مصر من سنين طويله، الانتي اي ال 5 في ثلاثه موجودين، في واحد نازل فيهم في مصر قريب، والانتي اي ال 4 والانتي 13 سيكتور انتاجونست ده برضه نازل في مصر، وفي طبعا ان ذا بايب لاين نازل لنا حاجات كثيره جدا في الترك. احنا هنا طبعا زي ما احنا عارفين لما انا اديكم ريزوميه عن انواع الفينوتايب بتاعت الازمه، فهي طبعا الانتي جينات برزنت من سيل بتطلع من الايزوفيل تي اس ال بي، ممكن ده مش موجود في مصر الحقيقه اللي هو التيزي براناب ده مش موجود. نيجي بقى على التي اتش 2 اللي هي تايب 2 انفلاماتوري سيل اللي هي الاي ال 5، عندنا خمس ثلاث حاجات موجودين انتاجونست الاي ال 5 او ال 5 ريسبتور انتاجونست، الميبي والريزي والبنلاز الويب كلهم يعني موجودين في الماركت، ولكن في مصر في واحد نازل قريب. وبعدين عندنا انتي الاي ال 4 والانتي اي الاي ال 16 13 اللي هو الدوبلي ماب ده برضه نازل في شركه نازله في مصر، وطبعا عندنا من زمان الاومنيزوباب اللي هو انتي ار. طب انا هختار المهم اختار ايه فيهم يعني؟ يعني نمره واحد العين سيفير ازمه، عملت اسسمنت كويس، عملت البيزك رايت، عملت البلاد ايزوفيليا واخترت المتاع عندي في مصر بلاد ايزوفيليا قدرت اعمله، ولو ربنا سهل وبقى في حته تعمل سبيوت ايزوفيليا يبقى كويس جدا، وتاكدت ان الازمه اليرجن درايف وتاكدت ان هو العيان بيحتاج مين ترانسفير توكستروي. وعندي الاختيار بيعتمد على حاجتين، الافيلابيلتي ايه هي المتاحه مني في الحته اللي انا فيها، والافيلابيلتي الافور العيان كان يقدر يشتريه سواء الافوردابيلتي يقدر يشتريه او يقدر التامين يغطيه له. لو الاثنين دول متوفرين خلاص اعتمد على المتاح ومشي بالعلاجات المتاحه ما عنديش حل ثاني، فلازم افيلابل اند اي كان افورد افيرابيلتي هذا ان انا اقدر اشتريه واقدر اوفر. ايه الجايد لاين
بالنسبه للاي ال 5 اللي قالوا ايه؟ مين هيديله اي ال 5 تريتمنت؟ عيان سفير ازمه هنضيف عليه هذا العلاج اللي هو ايه بقى؟ سفير انكنترولد ايزونوفيليك. واحنا قلنا يعني ايه كلمه ايزونوفيليك بقى؟ وهنا بيعتمد ان الايزونوفيليا فوق الايه؟ ال 150 مللي كانشيشن. يبقى عيان سفير فريكونت اكسبريشن ايزونوفيليك ادلت ادلت اونست ازمه. يبقى ادلت اونست ازمه عشان ادي الاي ال 5 ادلت اونست سفير فريكونت اكسبريشن ايزونوفيليك فوق ال 100 البلط فوق الايه؟ ال 150. طيب مين اللي هديله الاي الانت اي اي جي اللي هو الاومنزولوماب؟ برضه تشايلد هود ايزونوفيليك يعني الفينو فوق 19 والايزونوفيليا فوق ال 260. هنا شرطين انها تكون فوق ال 260 والاي والاي ال الاي جي اي فوق ال 100. يبقى ده العيان اللي اديله ايه؟ الاومنزولوماب. مين العيان اديله الاي ال فوق الاي ال 16 اللي هو عيان سيفير ايزونوفيليك ادلت زي ما احنا عارفين او كورتيكسترويد ديبندنت ريجاردلس اوف ذا ايزونوفيليك ليفل. الجينا قالت ايه؟ الجينا قالت الاي ال الانتي اي جي اي مين اللي هديهوله؟ بلاد ايزونوفيليا زي ما احنا قلنا فوق ال 260 والفون فوق ال 20 والرجن درايفر وتشايلد هود اونست. مين اللي هديله الاي ال 5 والانتي اي ال 5 ريسبتور اندجونيست؟ بلاد ايزونوفيليا اكسربيشن ادلت اونست نزل بالبيس. مين اللي هديله الاي ال 4 واي في ال 16؟ ايزونوفيليا فينو. خدت بالك ازاي؟ دول الايه اللي قالتها جينا بالاضافه للحاجات اللي انا قلتها في الاول. دي في الفيوكي على فكره ماشيين على الحكايه دي. عيان سيفير ازمه عملت له اسسمنت طلع تي اتش 2 او تي اتش 1 لو. تي اتش 2 بيعتمد هم على 325 بتبدا احطه على ان ده ايزونوفيليك ازمه وابدا اختار له المطلوب من البيولوجي. ناخد بالنا هنا ان انا بقيس البلاد ايزونوفيليا والفينو والعيان ماشي على الهاي دوز والتوكسترويد بتاعته وعلى الاورال التي اتش اللي هو انا بجيب الحكايه دي عشان اقول الحته دي. فهنا مش كل التي اتش دول ممكن ممكن مع الوقت الاقيه قلب للتي اتش هاي. وعشان كده اي واحد عنده تي اتش لو باي ماركر لو اقلل العلاج اللي ماشي عليه. اقلل الاسترويد شويه اللي هو ماشي عليه وقيس لقيتها هاي يبقى ده ادخله تبع التي اتش هاي وادخله في الباي ماركر عشان الهيتروجينيستي اللي احنا بنشوفها في الفينوتايب والباي ماركرز اللي انا بستخدمها لحد حالا ما هياش 100% سبيسيفيك ولا سنسيف عشان اقدر اعتمد عليها بدرجه كامله. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Current challenges asthma control. Me, Professor A. Abdeldaim, Professor of Chest Diseases, Faculty of Medicine at Shams University from Cairo and Egypt. Asthma is a serious global health problem. The latest update to the Global Initiative of Asthma or GINA guidelines includes significant changes to treatment recommendations, especially a recommendation against using a short-acting beta-2 agonist or SABA, such as albuterol as solo therapy. Management of asthma requires understanding the underlying cause, knowledge about specific trigger factors, especially if it is viral, weather changes, cigarette smoke, exercise, allergen, recognition of signs and symptoms, and also prompt treatment with rescue medications. Patients with persistent or poorly controlled asthma may also need to use daily medications to adequately control their symptoms. We all lead busy lives, and some of us may face challenges that interfere with the ability to manage asthma. Here are some common areas where management may be difficult. The diagnosis of asthma continues to require characteristic symptoms and evidence of variable airflow limitations on pulmonary function testing. The characteristic symptoms, especially in adults, include wheezing, shortness of breath, cough, and chest tightness that are worse at night or early in the morning, vary over time and intensity.
and are triggered by viral infections, whether it's cold, exercise, allergen exposure, changes in the weather, laughter, or irritants. That's why features that decrease the likelihood of asthma include cough in the absence of other respiratory symptoms, chronic production of sputum, shortness of breath associated with lightheadedness or paresthesia, chest pain, and exercise-induced dyspnea with noisy inspiration. To continue for the diagnosis of an asthma, should be confirmed the pulmonary function testing to avoid over-treatment and to ensure that other diagnoses are not missed. In one study, 2% of adults diagnosed with asthma had serious cardiovascular respiratory conditions that were missed. In asthma, lung function can vary between normal and severe obstruction, especially when poorly controlled. In adults, with the characteristic symptoms, an increase or decrease in the forced expiratory volume in the first second, FEV1 in the first second, of greater than 12% and 200 milli from baseline, or change in peak expiratory flow of at least 20% inconsistent with asthma. That's why bronchial provocation testing is useful for ruling out asthma. Less useful for making the diagnosis, and it should be limited to the diagnosing asthma in athletes or patients with the symptoms despite normal spirometry. Finding when spirometry is unavailable, although the presence of atopy increases the likelihood of allergic asthma, its absence does not rule out asthma. That's why to start treatment, patients taking controlled treatment, it may be necessary to step down the dose to confirm an asthma diagnosis. Patients should be advised to reduce their inhaled corticosteroids doses by 25 to 50% or to stop any other long-acting medications. Regular use of controlled medication inhaled such as inhaler steroids will only be effective if used daily consistently, and many people struggle to remember to use them. That's why there is a difficulty to remember the situation, especially when feeling well. Others may have hectic schedule or multiple categories, caregivers, which interferes with regular use. Coming up with a plan that works best for your family is the best approach. Some prefer to set reminders on their phones, that because the mobile is very available. Others store medicine next to their toothbrush, which is the first thing he do in the morning. Avoidance of the trigger, it helps to understand your trigger, and it may require allergy testing or discussion with their doctors. You should check your home thoroughly for any potential trigger and remove them. It's very important. This can include cigarette smoke. It does not help to go to another room for smoking. No. Pets, scented candles, essential oil diffusers, aerosol sprays, which are available in any home, perfumes, and even cleaning products. Anything with a scent to it can irritate the airways. Even all natural products can irritate also the airways. Pharmacy refill. Controller inhaler need to refill every 30 days, even if it seems like there is still medicine inside. Those can contribute to help keep track, but are not present on every inhaler. That's why many pharmacies offer reminder calls, or you can set a calendar notice as well. Starting treatment early. It's important to start the treatment and rescue early. In short-acting beta-2 agonist, albuterol as soon as any symptom occur, because many families wait too long to start treatment, which is then becoming ineffective. Do not think of albuterol as an emergency inhaler. Think of it as a rescue inhaler. Waiting for an emergency, it's too late. Know your action plan. Every patient with asthma should have an action plan, their own action plan filled out with their doctors. These details, information, then daily medicines, when it's to start treatment,
and when to seek the emergency care, it should be, this should be updated and reviewed at every visit, and then referred again to if they are having problems, which is very important to concentrate on. Asthma severity is defined by the treatment required to control symptoms and exacerbations. Well-controlled asthma involves daytime symptoms or as needed medication used twice a week or less. No activity limitation, no waking with the symptom severity. It is assessed after several months of regular controller treatment. That's why if we are going to summarize, mild asthma is well controlled by step one or two treatment through the GINA guidelines. Moderate asthma is well controlled by step three treatment. Severe asthma, step four or five treatment is required to control symptoms, or symptoms are uncontrolled despite this treatment. That's why GINA recommends that short-acting beta-2 agonist is not prescribed as a therapy because short-acting medication increases the risk of severe exacerbation and death. Adding an inhaled corticosteroids daily or as needed reduces this risk. GINA guidelines also said that recommends using the lowest dose of inhaled corticosteroid tolerated, including reducing the corticosteroid dose after symptoms are controlled. From this, all of these slides, we can conclude that it's a challenge to control asthma. When it comes to asthma, don't still. The goals for everyone with asthma should be the same. Presented by sleep well at night, have limited restriction during the day, avoid the need for emergency room visits. Thank you. الرحمن الرحيم. أنا أحب بداية أشكر اللجنة المنظمة لجامعة البرونكولوجي، ويسعدني ويشرفني طبعا أن أنا أكون مع أستاذ الدكتور حسام أسوي عشان نقدم this case في uncontrolled asthma. Our patient is Mr. T is a 40 years old male patient. He's an athlete, ex-smoker, with a medical history significant for asthma since he was 8 years old. During the last year, he has daytime symptoms 3 times per week at least, and he has used albuterol rescue inhaler 3 times per week, and he has waking up for asthma symptoms approximately twice a month. He had also a 3 unscheduled asthma visits for mild flares. So from this case, how can we deal with such case, Dr. Hussein? بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا دكتور محمد، واحب اشكر اللجنه المنظمه على استضافتنا للكيس الجميله دي، وبالتوفيق دايما والنجاح للمؤتمر ان شاء الله. بالنسبه للكيس بتاعتنا، طبعا تو كونفيرم ازمه دايجنوزس ذا فيرست ستيب is to take detailed history and examination for asthma. لو الهيستوري بتاعنا والاكزامينيشن سبورت ازمه دايجنوزس، هنبروسيد على طول في الخطوه الثانيه يا دكتور محمد، ان احنا هنبرفورم سبايرومتري بالمونري فانكشن تيست ويز ريفرسابيلتي تيست. ولو الريزلت بتاعت السبايرومتري سبورت ذا دايجنوزس اوف ازمه، هنبدا على طول التريتمنت فور ازمه. فخطوه رقم واحد دلوقتي ان احنا ناخد ديتيلد هيستوري اكزامينيشن، ولو الهيستوري اكزامينيشن سبورت ازمه دايجنوزس هنبرفورم سبايرومتري ويز ريفرسابيلتي تيست. تمام. بالفعل احنا خدنا ديتيلد هيستوري فروم ذيس بيشنت، and the history supports respiratory symptoms, supports asthma. He has chest wheezes, chest tightness, and cough, which varied in their occurrence, frequency, and intensity. He has also a family history of bronchial asthma. He has a comorbidity of allergic rhinitis and GERD. And to confirm these diagnoses, زي ما الدكتور حسام تفضل وقال، فالسبيرومتري was performed revealing an forced expiratory volume in the first second FEV1 of 78% predicted, and with reversibility test and shows positive bronchodilator reversibility test with more than 12% and more than 200 milliliter from the baseline 15 minutes after salbutamol inhalation. So how can we assess the level of asthma control in this patient, Dr. Hussein?
طبعا تو اسس الليفل اوف ازما كنترول ان ذيس كيس لازم بنسال المريض اربعه كويستشنز في اخر اربع اسابيع. نيكست سلايد دكتور محمد. في اخر اربع اسابيع من الهيستوري بنشوف الاربعه سيمتومز, الدي تايم سيمتومز, وبنشوف النايت سيمتومز بتاعت البيشنت, وبنشوف اني اكتيفيتي ليميتيشن, وبنشوف الديبندنس على السابا ريليفر. لو لقينا الدي تايم سيمتومز مور ذان توايس بير ويك, وفي اني تايم اويكنينج ديو تو ازما, والسابا ريليف فور سيمتوم مور ذان توايس بير ويك, والاكتيفيتي ليميتيشن ديو تو ازما, لو لقينا الفور كويستشنز الاجابه بتاعتهم يس yes, يبقى ده uncontrolled. واحنا عندنا فعلا حوالي 3 من الكويستشنز اجابتهم ايوه في داي تايم ليميتيشن ونايت اويكنينج وسابا ريليف يوز, فالكيس بتاعتنا تعتبر uncontrolled. لو كنا لقينا كل الاسئله اجابتها لا ما فيش اي بروبلمز يبقى كده ويل كنترولد, ولو لقينا 1 تو 2 من السيمتومز اجابتهم ايوه يبقى بارشلي كنترول. فالكيس بتاعتنا تندرج نتيجه وجود 3 من الاسئله بوزيتيف ان هي uncontrolled ازمه. يبقى الخطوه الاولانيه بنشوف الكنترول في ازمه بالاربع كويستشن بتاعتنا. تاني حاجه بنشوف الموديفايبل ريسك فاكتور فور بور ازمه اوتكم بالنسبه للبيشنت بتاعنا. از ريجارد الميديكيشن احنا عندنا هيستوري اوف هاي سابا يوز, وفي نفس الوقت احنا ما فيش كنترولد تريتمنت على اي سي اس. بالنسبه للكوموربيديتي عندنا كرونيك راينوساينوسايتس وعندنا جيرد. بالنسبه للاكسبوجر في سموكينج هيستوري و او كان اكس سموكر ومفيش سايكولوجيكال او سوشيو ايكونوميك بروبلمز. لكن اللنج فانكشنز طلع عندنا مايلد اوبستراكتيف باتر وريفرسابيليتي بوزيتيف. بالنسبه للميجر اندبندنت ريسك فاكتور فور فلير ابس عندنا اكتر من 1 سيفير اكزازربيشن في اللاست 12 مانثس, وبكده يبقى احنا عندنا ريسك فاكتور فور بور ازما اوتكم. So this patient has a poor symptom control and the possible risk factor for exacerbation. By seeking the medical advice for his primary care physician, he decided to step up the treatment with a low dose inhaled corticosteroids, fluticasone propionate 100 mic, one bath twice daily. However, he remained symptomatic and he continued to use his rescue inhalers 3 times per week. Therefore, he decided also to switch to a combination of inhaled steroids and the long-acting beta agonist fluticasone propionate 250 mic and salmeterol 50 mic one bath twice daily. But the patient is still symptomatic, so he sought medical advice for a pulmonologist for further workup. So from this case, what is the next step from your opinion, Dr. Hussam, to do? Next. طبعا دكتور محمد, احنا البيشنت وسبور سيمتوم كنترول او اكزازربيشن ديسبايت التريتمنت, لازم اول حاجه نراجع البيشنت يوزنج الانهيلر. لو لقينا ان البيشنت يوزنج الانهيلر ان جود واي, بندسكاس الادرنس مع المريض والباريرز تو يوز. وبعد احنا ما عملنا كونفيرميشن لانها ازمه وشفنا البوتنشال ريسك فاكتورز بناسسه مانجمنت للكوموربيديتيز, بنبدا نكونسيدر التريتمنت ستيب اب. احنا فعلا عملنا كده, احنا بدانا نعمل ستيب اب. لكن لو لقينا مع الستيب اب في بروبلمز هنريفير لسبيشاليست او لسيفير ازمه كلينيك. بالفعل البالمونولوجيست اسس الانهيلر تكنيك, ديسكاس ذا ادفنس تو تريتمنت اند اني باريرز تو يوز ذا انهيلرز, هي سيرش اولسو فور كوموربيد كونديشنز اند ستارت تو تريت ات. وين بيشنت ده كان فعلا عنده راينوساينوسايتس اند ريفير تو ENT consultation where he started treatment. He has also gastroesophageal reflux disease and starts proton pump. Then the doctor decided to step up the treatment after بعد ما عمل ده كله. We according to GINA 2020, to which step we have to escalate in this case. تفضل. احنا فعلا بدانا من فلوتيكازون بروبيونيت 100 مايكروجرام توايس ديلي, ووصلنا لحد 250 توايس ديلي. يعني احنا وصلنا من ستيب 4 اللي هي تعتبر ميديوم دوز اي سي اس لابا, وصلنا بدانا نخش في ستيب 5 اللي هي الهاي دوز اي سي اس لابا, وبدانا نحط معاها اد اون ثيرابي كمان. بدانا نحط تايتروبيوم او هنلجا للاد اون ثيرابي التايتروبيوم لو البيشنت مش كنترول. فاحنا دلوقتي دكتور محمد نعتبر في ستيب 4 وبن ابجريد
او بنستيب اب لستيب 5. تمام. So the patient started high dose ICS زي ما الدكتور حسام بيقول with an add-on bupropion bromide with a written action plan according to the prescription of his pulmonologist. He was he will be reassessed again after 3 months with the asthma control symptom and spirometry. According to the patient clinical scenario, Dr. Hussain, is it compatible with the term controlled asthma? طبعا دكتور محمد احنا الديفينيشن دلوقتي بتاع الانكنترولد ازما انكلود وان اوف اور بوث اوف ذا فولوينج. احنا عندنا بور سيمتوم كنترول من الكويشنز اللي سالناهم، والحاجه الثانيه عندنا فريكوينت اكزازربيشن اكتر من 2 اكزازربيشن بير يير ريكوايرنج اورال كورتيكوستيرويد، او سيريس اكزازربيشن اكتر من واحده بير يير ريكوايرنج هوسبيتاليزيشن. فاحنا دلوقتي بن تحت التايتل بتاع الانكنترولد ازما نتيجه التو فاكتورز اللي هم البور سيمتوم كنترول والفريكوينت اكزازربيشن. Now the patient on GINA step 4 and 5 treatment, when we call it a difficult to treat asthma or a severe asthma? The difference between difficult to treat and severe defined in GINA 2020 إن الأزمة is uncontrolled despite إن إحنا وصلنا لستيب 4 أو 5 treatment، يعني إحنا على medium أو high dose inhaled corticosteroid with a second controller drug and maintenance oral corticosteroid. يعني لو لقينا ان احنا وصلنا بالميديوم تو هاي دوز مع السكند كنترولر مع المينتنس اورال كورتيكوستيرويد، وغالبا الاورال كورتيكوستيرويد كانت اكتر من 50% من السنه، يعني اكتر من 6 شهور، او ان احنا ريكوايرنج تريتمنت ده تو مينتين جود سيمتوم كنترول او تو ريدوس ريسك اوف اكسسربيشن، ساعتها بنبقى تحت الديفينيشن اوف ديفيكلت تو تريت. نيكست. لكن السيفير أزمة إحنا بنقول إنها uncontrolled أزمة على الرغم من 3 حاجات: على الرغم من الأدرانس with maximum optimized treatment أو therapy والtreatment of contributory factors والأوبت ورس when high dose treatment is decreased. فإحنا لو لقينا إن البيشنت uncontrolled رغم الأدرانس والoptimum therapy والtreatment لكل contributory factor أو بيسوء رغم الhigh dose treatment لما بنحاول نعمل step down كده، ساعتها يبقى under the definition of severe asthma. وفعلا الجينا بتوصف ده ان from cases of asthma بنلاقي سيكتور من العيانين بيوصل للجينا step 4 to 5 treatment، وجزء من الـ step 4 to 5 او اللي بنسميهم uncontrolled بيبقوا under definition of difficult to treat، وجزء من difficult to treat بيوصل للdefinition of severe ان بيبقى عنده poor symptom control رغم ان good adherence ورغم ان good inhaler technique ورغم ال optimized treatment step 4 to 5. فاحنا دلوقتي طب under the definition of severe asthma. تمام. طب what is the next step in such case دكتور حسام if the patient is still symptomatic in the follow up visits؟ احنا لو لقينا المريض رغم ستيب 4 و 5 ماكسيمم تريتمنت وصلنا الديفيشن اوف سيفير، بنبدا نفكر في الازمه فينوتايبس. احنا عندنا تو تايتلز كبار، عندنا النون تي 2 تايب ازمه والتي 2 تايب ازمه. الاشهر او الكومن اللي هي تي 2 دي بتبقى في منها ليت اونست ايزينوفيليك ازمه وفي منها الالرجيك ازمه. الاسبرين انديوست او الاكسرسايز انديوست بيجوا تحت بند تي 2 تايب ازمه، وفي سيكتور تاني اللي هو النانتي 2. النانتي 2 زي البوسي جرانيلوسيتك او زي الاوبيزيتي اسوشيتد او السموكينج ريليتد نيتروفيليك ازما. فاحنا وي شود سيرش فور تي 2 تايب ازما. سو وي هاف تو سيرش فور تايب 2 انفلاميشن. فور ذيس وي هاف تو دو سي بي سي سيرش فور الايزينوفيلز مور ذان 150 اند to do exhaled nitric oxide and to be more than 20 parts per mil per part per mil and this sputum eosinophils more than 2% searching for type 2 inflammation. Stop. How can we differentiate between predominance allergic and eosinophilic predominance? طبعا الالرجيك بيدومينانت، هنلاقي ايرلي اونست، هنلاقي الاي جي اي عالي اكتر من 100 انترناشونال يونت، هنلاقي هيستوري اوف الرجيك راينايتس،
والاكزهيلد نايتريك اوكسايد هنلاقيه من فروم 30 تو 50 بارت بير بليون، والايزينوفيل سيرم ايزينوفيل ليس ذان 300 سيلز. لكن الايزينوفيل الايزينوفيلك بريدومينانت هيبقى ليت اونست، هيبقى الاي جي اي اقل من 100، هيبقى فيه نيزل بوليب او هاي اكزهيلد نايتريك اوكسايد اباف 50، والبلاد ايزينوفيلز مور ذان 300. So once a biological treatment is available, we can consider to add on once indicated the biologic type 2 target treatments such as the anti-IgE and the anti-interleukin 5 or anti-interleukin 4. وده يعتبر indications لاستخدام كل واحد كما شرح الدكتور مصطفى رجب من قبل، وهو وفر علينا بصراحة كتير. وكده يبقى هنا الكيسة بتاعتنا. And thank you دكتور حسام for this nice interactive case. وشكرا جزيلا للجنة المنظمة على هذه الاستضافة. شكرا دكتور محمد، وشكرا للجنة المنظمة على الاستضافة، وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله للمؤتمر. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I would like to thank the organizing and the scientific committee for inviting us to discuss this interactive case study about a patient with uncontrolled asthma as part of this postgraduate course. Here with me, Professor Tamin Muhammad Ali, Professor of Chest Diseases, Ain Shams University, to discuss this case. Welcome, Professor Tamin. Welcome, Dr. Ahmad. My pleasure to be with you. This is the case of a 49-year-old white male that presented to the pulmonary clinic for evaluation of wheezing and dyspnea. He has history of asthma since childhood that has been well controlled off medication until this past year. He reports daily symptoms and almost nightly nocturnal awakenings due to shortness of breath, which is temporarily relieved with bronchodilators. He had several exacerbations in the past 6 months and required hospitalization for an episode 1 month ago. He has been treated with tapering doses of oral steroids for each exacerbation, but reports that his symptoms worsen each day he completes a steroid taper. His past medical history is also significant for perennial allergies and chronic sinusitis requiring 3 surgeries. His current symptoms include frequent cough during the day and night, sometimes waking him up, moderate dyspnea on exertion, occasional wheeze, which usually but not always respond to short-acting beta-2 agonist, post-nasal drip, and some nasal blockage with heartburn are among his current symptoms. His current treatment medication include an association of inhaled steroid and long-acting beta-2 agonist, montelukast once daily, short-acting beta-2 agonist for which he is currently using 4 times per day. He was started also on anti-IgE treatment 4 months ago without significant improvement. He is a lifelong non-smoker and denies any illicit drug use. Professor Tamin, given the clinical history, please indicate how well controlled his asthma is. To know how his asthma will controlled, we have to perform asthma control test. Indeed, this is the correct answer. And in clinical practice, asthma control test and the GINA assessment of asthma control are the most widely used tool to detect asthma control. It is obvious that patients and doctors often don't speak the same language, and by taking a good history, we realize that our patient had daytime symptoms with persistent cough and dyspnea, frequent awakenings during the night, and the use of rescue medications 4 times per day. How would you classify, Professor Tamin, the severity and control of this patient's asthma? From the history given by Dr. Ahmed, the patient has nocturnal symptoms, frequent exacerbation, and continuous symptoms in spite of treatment of high dose steroids and even anti-IgE. The patient is still symptomatizing, so the right answer is severe asthma uncontrolled. Indeed, this is the correct answer. And according to the guidelines, severe asthma is defined as asthma which requires treatment with high dose inhaled steroids plus a second controller and or systemic corticosteroid to prevent it from becoming uncontrolled, or which remains uncontrolled despite this therapy.
In this case, the patient had been on both high-dose inhaled steroid and systemic steroids, and he continued to be uncontrolled. According to the most recent guidelines, patients are considered uncontrolled if they meet any of the following criteria, such as poor asthma, poor symptom control, frequent severe exacerbations, serious exacerbations, or airflow limitation after withholding both short and long-acting bronchodilators. On physical examination, his pulmonary exam was significant for diffuse expiratory wheezes with prolonged expiratory phase. Other than that, the physical examination was within normal limit. His spirometry result revealed an obstructive pattern with a reduction in the 6-minute walking distance, but with a normal diffusion capacity for carbon monoxide. What do you think about chest X-ray, Professor? This chest X-ray showing just hyperinflation in the form of low flat diaphragm on the right side, otherwise normal. What alternative or comorbid conditions should be considered in such a patient with a history of severe asthma? In such a patient with severe asthma, we have to exclude other comorbidities and other conditions that mimic asthma, like vocal cord dysfunction, hypersensitivity pneumonitis, allergic bronchopulmonary aspergillosis. So the right answer is all the above. Indeed, and I think many professors would agree with you, as all the above conditions should be considered in the evaluation of a patient who presents with a history of severe or difficult to control asthma. In recent studies, up to 50% of the patients with previous diagnosis of asthma or COPD were found to have a misdiagnosis of obstructive lung disease. In addition to considering alternate diagnosis, comorbid conditions, including rhinosinusitis, GERD, or obesity and depression, should be also assessed and treated. Which of the following is important in the further workup of this patient? To exclude each of the previously mentioned conditions, we have to do patient's assessment with patient's atopic status, pH and impedance manometry for the gastroesophageal reflux, sinus CT for chronic sinusitis post nasal drip, chest CT to exclude bronchitis in case of allergic bronchopulmonary aspergillosis. So we have to do all of the above. And in agreement with your answer, a chest CT was done. What do you think about this chest CT? This chest CT showing no abnormalities. We are searching for bronchitis, but this no abnormality. Further workup revealed the following: during his most recent sinus surgery, prior to the worsening of his asthma, pathology and culture demonstrated allergic mucine and non-invasive aspergillus consistent with allergic fungal sinusitis. Laboratory studies revealed 25% of the white blood cells were eosinophils. Hemoglobin and other chemistries, including renal function, were normal. However, the serum IgE level was elevated, and off the anti-IgE treatment for approximately 2 months. The serum aspergillus IgE was positive, as well as the skin test for aspergillus. In addition, the 24-hour ambulatory pH study showed a mild but significant increase in acid reflux. Given the medical history and the laboratory studies and the CT finding, what is the most likely diagnosis in this patient? Most likely diagnosis is a combined diagnosis in the form of allergic bronchopulmonary aspergillosis combined with uncontrolled gastroesophageal reflux. Indeed, this is the correct answer. And I would like from you, Professor Tamer, to give us a brief overview on the allergic bronchopulmonary aspergillosis and its current modalities of treatment. Allergic bronchopulmonary aspergillosis, a condition against an allergic condition against the antigen of aspergillus. It occurs in asthmatic patients like our patient, and we have a major and a minor criteria like peripheral blood eosinophilia, elevated serum IgE, and elevated aspergillus antigen. Skin sensitivity test, also presence of central bronchiectasis and diffuse pulmonary infiltrate. The mainstay of treatment here is steroids,
but sometimes you may use antifungal like itraconazole. Indeed, this is the correct diagnosis, Professor Tamer. I would like from you to give us a brief overview on the allergic bronchopulmonary aspergillosis. Allergic bronchopulmonary aspergillosis is characterized as a hypersensitivity reaction to non-invasive aspergillus in the airways. As a result, repeated episodes of inflammation and mucoid impaction result in bronchiectasis, fibrosis, and the progressive loss of lung function. It is estimated to affect 3-5% of patients in asthma and 7-14% of corticosteroid-dependent asthmatics. The clinical presentation varies, but it is most commonly in cases of severe asthma. The diagnosis should be considered in asthmatic patients with refractory symptoms or despite adequate treatment, or what's called difficult to treat. It is suggestive in case of pulmonary infiltrate, central bronchiectasis evidence in CT, peripheral eosinophilia, positive sputum culture, positive skin testing for aspergillus. There are currently several different diagnostic criteria, but all include a combination of clinical, radiological, and laboratory. Allergic fungal sinusitis is estimated to have an incidence of 5-10% in patients undergoing sinus surgery for chronic disease. Peripheral eosinophilia, elevated total IgE, and the fungal specific IgE and IgG, as well as positive skin testing, are suggestive of allergic fungal sinusitis in the appropriate context, but not part of the diagnostic criteria. Indeed, the allergic fungal sinusitis was an important element in our patient history, and diagnostic criteria include sinusitis on imaging, identification of allergic mucin in the sinuses, demonstration of fungal elements, absence of immunocompromised state or diabetes, and absence of invasive fungal disease. Professor Tamer, finally, what is the treatment of the allergic bronchopulmonary aspergillosis and allergic fungal sinusitis? The mainstay or the cornerstay is the steroids. The right answer is steroids in both allergic fungal sinusitis and allergic bronchopulmonary aspergillosis. Can you explain further the mainstay of treatment and why steroids is the first step of therapy? The mainstay of allergic bronchopulmonary aspergillosis treatment remains corticosteroid, as I mentioned, although this is not an ideal long-term strategy. In the presence of an exacerbation, acute exacerbation, high-dose steroids should be administered and tapered over months, depending on the patient's response. In the event that the patient can't be weaned from steroids, we must, especially in steroid-dependent treatment, we have to add antifungals. The primary antifungal is itraconazole. What do you advise us as a take-home message, Professor Tamer? Advice in this case, from this case, first, good history must be taken. Number two, we have to think in conditions that mimics asthma. Also, comorbidities and high risk factors that exacerbate asthma must be excluded in each case. And also to decide which test you should consider and why, and also to estimate when you need to look beyond the established diagnosis. Thank you, Professor Tamer, for sharing with us your valuable experience and discussing with us this case. Thank you, Dr. Ahmed. Thank you.